الآن المباشر على فيسبوك. السلام عليكم. دكتور سيد، أنا الهوست الآن. تفضل أخي كريم. قم بتجريب العرض وفتح وإغلاق الميكروفونات. شكرا. العفو. شكرا. نعم شكرا.
دكتورة حنان، دكتورة روشن، نعم صهيب موجودة، صباح الأنوار. صباح الورد، اتكال على الله. الكل موجود ولا لم يلتحق البعض؟ اتكال على الله، كل شيء جاهز. تمام. تبارك الله. الدكتور بكماش والدكتور زاكي موجودين؟ دقيقة. دكتور سهيل صباح الخير. السلام عليكم جميعا، صباح الخير. عليكم السلام، صباح الورد دكتور. أستاذ رائد يسعد صباحك. صباح الأنوار للجميع. دكتور حنان هلا بتواصل مع الدكتور بكماش. دقيقة. أوكي. دكتور صهيب أعتقد ما أنه الكل ومحاضر نبدأ. دكتور حنان. نعم. تفضل. المرسلين، أسعد الله صباح الجميع، جعله الله إن شاء الله اليوم يوم سعد ويوم وبركات على الجميع. بادئ ذي بدء نرحب بالجميع انطلاقا من السيد مدير الجامعة فلسطين الأهلية والسيد رئيس مكافأة رئيس هيئة مكافحة الفساد بفلسطين والسادة الحضور كل باسمه السيد رئيس المؤتمر ممثلي المركز الديمقراطي السادة المشاركين أسعدتم صباحا. حتى لا نطيل أعطي مباشرة الكلمة إلى السيد مدير جامعة فلسطين الأهلية فليتفضل مشكور. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل الخير والمحبة من فلسطين من مدينة السلام مهد المسيح، نبرق لكم جميعا التحيات والأمنيات بكل الخير ولهذا المؤتمر بالنجاح.
معالي الأخ الأستاذ رائد رضوان رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، الدكتورة أوشن حنان ممثلة المركز الديمقراطي العربي، الدكتور سهيل الأحمد رئيس المؤتمر عميد كلية الحقوق في جامعة فلسطين، ممثلي المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة، جميع الزملاء الباحثين المشاركين في هذا المؤتمر القيم، وأيضاً ممثلي السفارات والدبلوماسيين المشاركين والمهتمين في هذا الحقل، أسعد الله صباحكم جميعاً بكل الخير. مؤتمر دولي علمي مهم يتطرق لموضوع مكافحة الفساد في البيئة الإلكترونية، هذا التحدي الجديد الحقيقي الذي بدأنا نلامسه بشكل متزايد في الآونة الأخيرة في ظل التطورات العالمية وتحديداً جائحة كورونا ألقت بظلالها على التحول العميق لاستخدام التكنولوجيا في جميع جوانب الحياة الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية والثقافية وإلى ذلك. بات من الضروري حقيقةً أن يتم التطرق إلى الجوانب القانونية التي تغطي هذا العالم الإلكتروني وهذا الفضاء الإلكتروني الجديد، ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر. هل هنالك قواعد جديدة؟ هل هنالك حاجة لتشريعات جديدة؟ هل التشريعات القديمة تغطي أشكال الفساد في الفضاء الإلكتروني؟ وهنا نتطرق إلى جوانب متعددة من هذا الحقل الواسع الذي يشكل تحدي حقيقي لجميع الحكومات والمجتمعات المدنية أيضاً والمؤسسات التي تسعى إلى ترسيخ مفاهيم المواطنة والقانون في المجتمعات العربية. هل العالم سبق وأن تطرق لجوانب متقدمة في هذا الحقل؟ ومن هنا يأتي أهمية هذه المحاور التي سيتطرق لها الباحثون في إلقاء وتسليط الضوء على جوانب متعددة من السياسات التشريعية، السياسات الوقائية، التحديات حجمها، حجم الفجوة أو الهوة ما بين التشريعات الموجودة التقليدية والاحتياجات المستقبلية للتعامل مع المستقبل الإلكتروني والتعامل مع مكافحة الفساد في البيئة الإلكترونية. أعتقد أن هذا المؤتمر يعني جاء في وقت مناسب ويحمل في طياته أهمية متقدمة لإبراز هذه الجوانب التي تحدثنا عنها، وأيضاً توصيات هذا المؤتمر أعتقد أنها ستلامس جوانب ممكن أن تشكل حالة جديدة، بالذات نحن في فلسطين الآن على مشارف انتخابات مجلس تشريعي جديد، بالرغم من الصعوبات التي يعيشها الشعب الفلسطيني وحياته في ظل الاحتلال وجائحة الكورونا والعديد العديد من المعيقات، إلا أننا لازلنا نكافح من أجل بناء المجتمع الفلسطيني الذي نصب إليه. ومن هنا لابد من الإشارة والتحية إلى الإخوة جميعاً في هيئة مكافحة الفساد وعلى رأسهم الأستاذ الفاضل معالي الأخ رائد رضوان على الجهود الكبيرة التي تبذل حقيقة في هذا المجال. نتمنى لهذا المؤتمر النجاح، نتمنى للباحثين والمشاركين أن يثرون بمعارفهم وعلمهم ومداخلاتهم القيمة التي نعتقد أن لها الأثر الكبير في تسليط الضوء على ما نحتاج إليه في هذا الجانب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المؤتمر هو افتتاحية فقط لوضع اللبنة الأساسية الأولى في مجال ترسيخ مفاهيم مكافحة الفساد والقانون للتطرق بشكل أوسع عالمياً ووطنياً لبدء ندوات وحوارات ومؤتمرات أخرى تساهم في دفع عجلة التنمية القانونية إلى المستويات التي نطمح إليها ونصب إليها. مرة أخرى أشكر لكم جميعاً الحضور، وأشكر الزملاء والزميلات الباحثين على ما سيقدموه ومشاركاتهم، ونتمنى إن شاء الله تعالى في المرات القادمة أن تكون المشاركة أوسع أيضاً لأكبر قدر ممكن من المهتمين، مع العلم أن هذا المؤتمر الآن هو يبث على الفضاء الإلكتروني أيضاً بالصوت والصورة. أسعد الله صباحكم وكل عام وأنتم بخير، أيضاً للأخوة المحتفلين هذه الأيام بعيد الفصح المجيد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا وعلى أمتنا وعلى شعبنا العربي وشعبنا الفلسطيني بالخير واليمن والبركات، ونتمنى التوفيق لكم جميعاً. أهلاً وسهلاً. شكرا سيدي المحترم على هذه الكلمة المتنمة الدقيقة جدا. حتى لا أطيل أحيل الكلمة مباشرة إلى الأستاذ ممثل هيئة مكافحة الفساد في فلسطين، فليتفضل. مشكورا. صباح الخير لكم جميعا. صباح الخير الأستاذ الدكتور عماد الزير القائم بأعمال رئيس جامعة فلسطين الأهلية،
سعادة رئيس المؤتمر دكتور سهيل الأحمد، دكتور أوشن حنان من المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، الأستاذ عمار شرعان رئيس المركز الديمقراطي، حضرات السيدات والسادة الحضور المحترمين مع حفظ الألقاب. أولاً دعونا أقول للأخوة جميعاً صباح الخير، وأنا أقول أيضاً للأشقاء العرب من خارج فلسطين صباح الخير من فلسطين، من رام الله، من أكناف بيت المقدس، باسم هذا الشعب الذي يتعرض دائماً للويلات، الذي أيضاً حافظ على هويته الثقافية والوطنية وحافظ على أواصر العلاقة مع الأشقاء العرب سواء على المستويات الرسمية أو أيضاً على مستويات مراكز الأبحاث والجامعات، حتى كان له تجربة بالرغم من الظروف التي يعيشها تجربة ناجحة عززت هذا التعاون للوصول لتوحيد إدراكاتنا ومفاهيمنا حول الكثير من القضايا التي يواجهها العرب بشكل عام. حقيقة ما يسرني في هذا المؤتمر أن أقول أن الشراكة التي بناها المجتمع الفلسطيني مع الجامعات بشكل عام، مع مراكز الأبحاث، مع الأشقاء العرب، إنما هي شراكة تقوم بالأساس على تفعيل دور هذه المراكز ومن بينها المركز الديمقراطي العربي، إيماناً منا أن نهضة الأمم والشعوب بالدرجة الأولى يجب أن تبدأ من خلال مراكز بحثية تقوم بالأساس على تشخيص هذا الواقع من أجل الذهاب إلى الخطوة التالية، وهي عملية العلاج أو وضع خطط عملية من أجل النهوض بهذا المستوى. وبالتالي أنا أؤمن تماماً أن أي نهضة يجب أن تسبقها دراسات وأبحاث، وهذا ما نقوم به اليوم وما تقوم به جامعة فلسطين الأهلية والجامعات العربية والفلسطينية بشكل عام، وأيضاً المركز الديمقراطي العربي والعديد من المراكز. لذلك نحن سعيدين جداً بهذا اللقاء، بهذه المشاركة، نتمنى أن يستمر أيضاً في الأيام القادمة. ما يهمنا اليوم وفي هذا المؤتمر هو بيئة الفساد، أو ربما توظيف البعض للبيئة الإلكترونية من أجل القيام بجرائم فساد تستهدف مقدرات الشعوب بشكل عام والشعب الفلسطيني بشكل خاص، وخاصة أننا اليوم يعني نواجه أكثر من عدو، ولا أعتقد أن الفساد أقل يعني فتكاً بالمجتمع الفلسطيني من الاحتلال. لذلك نقول أن بيئة خالية من الفساد على كل المستويات ومن ضمنها البيئة الإلكترونية هو هدف مشترك، هدف فلسطيني فلسطيني وهدف فلسطيني عربي، وأيضاً هدف لكل شركائنا المحليين والخارجيين سواء على المستوى العربي أو حتى على المستوى الدولي، حتى نصل في نهاية المطاف إلى تعزيز ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد، وهذا يتطلب تعاون واضح قائم على أهداف مشتركة مع الجامعات بشكل عام. ولجأت هيئة مكافحة الفساد إلى توقيع عدة اتفاقيات منذ سنوات مع الجامعات الفلسطينية من أجل يعني تفعيل دور الجامعات الفلسطينية التي نؤمن يعني بدورها الوطني والأكاديمي ومسؤولياتها المجتمعية، من أجل أيضا تعزيز هذه الثقافة والنزاهة خلال مراحل بناء شخصية الطالب خلال الأربع سنوات التي يقضيها في الجامعة في الجامعات بشكل عام. وكما تعلمون وخاصة في ظل بيئة كورونا ازداد عملية إدماج التقنيات التكنولوجية في مختلف مجالات الحياة، وفي موازاة ذلك أيضا زادت محاولات البعض لاختراق هذه البيئة من أجل ارتكاب شبهات فساد. لذلك اليوم هذا المؤتمر الذي سيقوم بتشخيص هذا الواقع وهذا الحال أيضا سيقوم بوضع حلول ومعالجات حقيقية نستطيع من خلالها
الوصول إلى رؤية مشتركة وجهد مشترك من أجل الوصول إلى برنامج يقوم على الحد من استغلال وتوظيف البعض لهذه البيئة من أجل ارتكاب شبهات. فنحن نطمح كهيئة على إنجاز يعني نوعي بكل المؤشرات والمعايير ومعايير القياس الدولية المعتمدة للاستفادة من هذا الإنجاز في صياغة تطبيقاتنا الفلسطينية. أشكركم جداً على هذا المؤتمر، أتمنى لمؤتمركم التوفيق، ونأمل أن تكون مخرجات هذا المؤتمر هي أن تتحول إلى برنامج عمل لكل شركائنا في تعزيز أو في قطاع تعزيز قيم النزاهة ومحاربة الفساد. شكراً لكم، وأنا سعيد مرة أخرى بهذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا سيدي المحترم، وإن شاء الله تكون يكون هذا المؤتمر بادرة تعاون متواصل مع المركز ومع الهيئات العلمية المختلفة المشاركة والنابضة بقلب هذا المؤتمر. حتى لا أطيل، الأستاذة إيمان ممثلة هيئة مكافحة الفساد في الجزائر موجودة؟ أستاذة إيمان، أستاذة إيمان، أستاذة إيمان. إذن أستاذ أحمد سهيل موجود؟ دكتور أحمد. نعم يا دكتورة حنان، شكرا. صباح الأنوار دكتورنا، كيف الأحوال؟ الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. إذن الكلمة لك مباشرة من أجل الإعلان عن افتتاح المؤتمر، فلتتفضل مشكور. شكرا دكتورة حنان كمان مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، معالي الوزير الأستاذ رائد رضوان رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، سعادة الأستاذ الدكتور عماد الزير القائم بأعمال رئيس جامعة فلسطين الأهلية المحترم، سعادة الأستاذ عمار شرعان رئيس المركز الديمقراطي العربي عنه الدكتورة حنان أوشن، السادة في هيئات مكافحة الفساد في الدول العربية الشقيقة، السادة رؤساء اللجان العلمية والاستشارية والإعلامية والتنظيمية كل بلقبه وصفته، الباحثون الكرام كل بلقبه وصفته، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن إرساء فلسفة النزاهة والمساءلة لدى الأفراد والمسؤولين في المجتمعات الإنسانية بشكل عام والمجتمع العربي بشكل خاص يعد من القواعد المؤثرة في مكافحة الفساد ومحاربته، سواء أكان ذلك من خلال المظاهر التقليدية أم الإلكترونية، والتي تعمل على مراعاة المستجدات في الواقع الإنساني المعاش. وهذا الاعتبار أن الفساد سلوك يتناقض مع الواجبات الرسمية للمنصب العام مهما كان موقعه، وذلك بهدف تحقيق مكاسب شخصية مادية كانت أم معنوية. ومن هنا فقد اهتمت التشريعات والقوانين بمعالجة ذلك، وعملت المؤسسات إلى نشر فلسفة النزاهة والمساءلة وقواعد العدالة بهدف محاربة الفساد والقضاء عليه. إن جامعة فلسطين الأهلية وبالشراكة مع السادة المركز الديمقراطي العربي بدلون والسادة هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، ومتابعة منهم للواقع العلمي والأكاديمي وكذلك الواقع العملي التطبيقي ووقوفهم على ذلك ومستجداته العالمية، اهتموا بهذا المفهوم وحرصوا على أن يكون لهم السبق في الحديث عن ذلك من خلال مؤتمرهم الدولي الذي جاء بعنوان مكافحة الفساد في البيئة الإلكترونية. وإيمانا من الجامعة بقاعدة من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فإن الجامعة تقدم شكرها لشركائها في المركز الديمقراطي العربي ممثلة برئيسه الأستاذ عمار شرعان وعنه الدكتورة حنان أوشن والإخوة الكرام أعضاء المركز، ومعالي الوزير الأستاذ رائد رضوان رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية والإخوة الكرام في هيئة مكافحة الفساد، وكذلك السادة في هيئة مكافحة الفساد في الدول العربية الشقيقة. ولا ننسى في هذا المقام تقديم الشكر لسعادة الأستاذ داود الزير رئيس مجلس أمناء جامعة فلسطين الأهلية، وسعادة القائم بأعمال رئيسها الأستاذ الدكتور عماد الزير على دعمهم الدؤوب المستمر والمؤثر في مسيرة الجامعة العلمية والمهنية وإنجاح المؤتمر والمساهمة في انطلاق أعماله.
واعترافا لذوي الفضل بفضلهم، فإنني أتقدم بالشكر والعرفان إلى السادة الكرام دكتور علي أبو ماريا عميد البحث العلمي والدراسات العليا جامعة فلسطين الأهلية، رئيس اللجنة الاستشارية وأعضاء اللجنة الاستشارية الكرام كل بلقبه وصفته، على ما بذلوه وقدموه لإنجاح هذا المؤتمر وخروجه بأبهى صورة. دكتورة أوشن حنان جامعة خنشلة الجزائر، رئيسة اللجنة العلمية وأعضاء اللجنة العلمية الكرام كل بلقبه وصفته، على متابعاتهم وأعمالهم العلمية والموضوعية المؤثرة في التحكيم والمراجعة العلمية. الأستاذ صهيب شاهين من المركز الديمقراطي العربي، رئيس اللجنة التنظيمية وأعضاء اللجنة التنظيمية الكرام كل بلقبه وصفته، على جهودهم المميزة لتنظيم ومتابعة ما يتعلق بالمؤتمر وبرامجه. الصحفي محمد رضا أبو زيان، رئيس اللجنة الإعلامية وأعضاء اللجنة الإعلامية كل بلقبه وصفته، حيث كان لتفانيهم الأثر الواضح في إنجاح المؤتمر وزيادة عدد المشاركات والمداخلات العلمية والحضور الإعلامي الداخلي والخارجي. السادة الكرام رؤساء الجلسات العلمية وأعضاء اللجان العلمية كل بلقبه وصفته، حيث نشكر لهم ذلك ونتمنى إثراء الجلسات بالجوانب العلمية من خلالهم. السادة الباحثين الكرام من وطننا العربي الحبيب، الجزائر، مصر، السعودية، العراق، المغرب، الإمارات، ليبيا، الأردن، سلطنة عمان وفلسطين كل بلقبه وصفته، فهم الركن الأساس لإنجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه المرجوة، وهم أصحاب الجهود العلمية المؤثرة التي واصلت الليل بالنهار لخدمة البحث العلمي والإنسانية. وقد جاء مؤتمرنا العلمي في يومين 4-5 نيسان 2021 وفق جلسات متعددة نعلن انطلاق أعماله حسب ما هو مدرج على البرنامج والمحاور، مع تمنياتنا للقائمين على المؤتمر والمؤسسات الشريكة وأعضاء اللجان والباحثين بالتوفيق والنجاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا الأستاذ المحترم سهيل أحمد. مباشرة الأستاذة إيمان من هيئة مكافحة الفساد في الجزائر، هل أنت متاحة الآن؟ أستاذة إيمان، أستاذة إيمان تم الاتصال معه مع أستاذ أوشن، عنده مشكلة في النت. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن مباشرة إلى الجلسة الأولى. أعضاء الجلسة الأولى موجودين؟ ألو السادة أعضاء الجلسة الأولى موجودين؟ نعم موجودين أستاذة. تمام، فلننطلق مباشرة في الجلسة الأولى. الأستاذ سهيل الأحمد مع طالب أو مع أستاذ، هل الأستاذ موجود؟ الآن سيكون موجود إن شاء الله بعد قليل يعني إن شاء الله. ننتظر 10 دقائق. الدكتورة زهرة شوشان موجودة؟ الدكتورة زهرة شوشان مع طالبة الدكتورة أميمة خديجة حميدي. عفوا أستاذة، طالبة الدكتورة أميمة خديجة حميدي مع طالب الدكتورة خليل الله فليغة.
تمام. والدكتورة زهرة شوشان موجودة مع الدكتور عمر حسيني. دكتور عمر، دكتور عمر، أعتقد حتى نكسب الوقت نبدأ مباشرة في الجلسة لغاية التحاق السادة الأفاضل. تفضل أستاذ خليل في لغاية التحاق البقية. حاضر أستاذ، حاضر. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السادة القائمون على هذه التظاهرة العلمية، أعضاء اللجنة العلمية والتنظيمية المؤتمر، السادة الأساتذة وطلبة الدكتوراه المشاركين، السيد الرئيس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخترنا أن نشارك في هذه التظاهرة العلمية بمداخلة موضوعها تبييض الأموال بين النمط التقليدي وتطور البيئة الإلكترونية، مشاركة مع الزميلة باحثة الدكتوراه أميمة خديجة حميد. تعتبر جريمة تبييض الأموال من أكثر الجرائم الفساد تأثيراً على الاقتصاد الوطني لجميع الدول، وقد أثر عصر العولمة على تطور الأساليب والطرق التي تعتمد لتبييض الأموال، حيث يلجأ غاسل الأموال إلى اتباع وسائل متعددة لارتكاب جريمته، ولم تعد هذه الجريمة مقتصرة على صورها التقليدية المعروفة فقط، بل أصبحت ترتكب باستعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة، لا سيما تلك التي يتم فيها استخدام شبكة الإنترنت. تتميز جريمة تبييض الأموال عبر الوسائط الإلكترونية بسهولة إخفاء معالم الجريمة وصعوبة تتبع مرتكبيها، مما يتطلب قدراً كبيراً من الذكاء والمعرفة من جانب مرتكبيها، وقدراً أكبر من الاحترافية من جانب من يتولى الإشراف على جهود المكافحة. تناقش هذه الدراسة إشكالية مدى فعالية الآليات التشريعية والتقنية في مكافحة ظاهرة تبييض الأموال بين نمطها التقليدي والإلكتروني. وللإجابة على هذه الإشكالية قسمنا دراستنا إلى محورين، يتناول المحور الأول أحكام جريمة تبييض الأموال في صورتها التقليدية، بينما يتضمن المحور الثاني تبييض الأموال في البيئة الإلكترونية وأهم سبل المكافحة. بالنسبة للمحور الأول متضمن نمط تقليدي لجريمة تبييض الأموال، فقد قسمنا جريمة تبييض الأموال وأركانها إلى توافر ثلاث أركان، الركن المفترض والركن المادي والركن المعنوي. بالنسبة للركن المفترض، فجريمة تبييض الأموال بطبيعتها جريمة تبعية تفترض وقوع جريمة أخرى سابقة عليها هي الجريمة الأولية مصدر الأموال غير المشروعة. أما الركن المادي فيعرف المشرع الجزائري الركن المادي لجريمة تبييض الأموال بأنه كل فعل يقصد منه إخفاء المصدر الحقيقي للأموال ذات المصدر غير المشروع، أو إعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر بأية وسيلة كانت، أو تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو استخدامها أو توظيفها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة أو القيام بعملية مالية. أما الركن المعنوي وكأي جريمة أخرى، لا يكتمل البناء القانوني للنشاط تبييض الأموال إلا بقيام هذا الركن الذي يتخذ فيها صورة القصد الجنائي، وذلك لا يتأتى إلا من خلال علم الجانب الواقع الإجرامية واتجاه إرادته نحو إتيانها. بالنسبة لتبييض الأموال في البيئة الإلكترونية، فقد ظهر اتجاه جديد لدى مرتكبي جرائم تبييض الأموال في العالم نحو التحول من الأعمال المصرفية في شكلها التقليدي إلى شكلها الإلكتروني الرقمي. ومع قصور التشريعات الدولية والوطنية في ضبط هذه المعاملات المالية، فإن هذا القصور امتد إلى العجز عن محاربة جريمة تبييض الأموال في الوسائط الإلكترونية، مما أدى إلى تزايد حدة العلاقة بين جريمة تبييض الأموال والوسائط الإلكترونية. من أشهر الوسائل الإلكترونية التي يتم استغلالها في تبييض الأموال التجارة الإلكترونية، النقود الإلكترونية، وبنوك الإنترنت. تختلف آليات مكافحة جريمة تبييض الأموال عبر الوسائط الإلكترونية عن الآليات المعتمدة لمكافحة جرائم تبييض الأموال في صورتها التقليدية. وبصورة عامة يمكن القول بأن معظم التشريعات حاليا سواء الدولية أو الوطنية قد وجهت جهودها للتصدي لهذا النوع من الإجرام الخطير الذي يهدد الأمن والاستقرار الاقتصادي للدول. يمكن تقسيم الآليات المسخرة لمكافحة تبييض الأموال في البيئة الإلكترونية إلى قسمين، القسم الأول هو الآليات التشريعية والقسم الثاني هو الآليات التقنية.
بالنسبة للآلية التشريعية، نص المشرع الجزائري في المادة 105 من قانون النقد والقرض الصادر بمقتضى الأمر رقم 1103 المعدل بمقتضى القانون رقم 1010 على إلزامية إنشاء لجنة مصرفية تكلف بمراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها. كما نص نفس القانون في مادته الثامنة على أنه يتم تعيين محافظين اثنين للحسابات على الأقل لدى كل بنك ومؤسسة مالية، يتوجب عليهم إعلام محافظ بنك الجزائر بكل مخالفات ترتكبها المؤسسة الخاضعة لمراقبتهم، وأن يقدموا له تقريرا في ظرف 4 أشهر ابتداء من تاريخ انتهاء كل سنة مالية، ويخضعون في ذلك لرقابة اللجنة المصرفية. بالنسبة للآلية التقنية، فقد عمدت كبرى البنوك العالمية إلى عقد اتفاقيات شراكة مختصة مع شركات مختصة في البرمجيات لتصميم برامج حماية ضد العمليات المالية المشبوهة وغسيل الأموال، وتعمل البنوك والمؤسسات المالية وتسعى جاهدة وبانتظام إلى تطوير تطبيقات تكنولوجية متطورة لمكافحة تبييض الأموال خاصة في البيئة الإلكترونية. في ختام دراستنا لموضوع جريمة تبييض الأموال بين النمط التقليدي وتطور البيئة الإلكترونية، فقد توصلنا إلى جملة من النتائج نريدها على النحو التالي: استغل مرتكبو جرائم غسيل الأموال التطور التكنولوجي في مجال المعاملات الإلكترونية لتغطية الطابع الإجرامي للأموال القذرة ودمجها مع أموال المشروع. تعتبر التجارة الإلكترونية أرضاً خصبة لعمليات النصب والاحتيال وغسيل الأموال، وذلك لعدم وجود رقابة على كمية المبيعات الفعلية وأعدادها ومدى دقة السجل والنشاط التجاري الخاص بها. تعتبر النقود الإلكترونية من أهم التقنيات الحديثة التي حرفت عن مسارها الطبيعي وحولت عن الهدف التي وجدت من أجله، وذلك من خلال استخدامها كأداة لارتكاب جريمة غسيل الأموال. أثبتت التجارب العملية فعالية الآلية التقنية أكثر من الآلية التشريعية في مواجهة النمط الإلكتروني لجريمة تبييض الأموال. وبناء على ما سبق، نتقدم ببعض المقترحات التي نرى أنها قد تساهم في تعزيز آليات مكافحة تبييض الأموال في البيئة الإلكترونية. أولاً، العمل على تعزيز التواصل بين الجهات الرقابية والإشرافية وأجهزة إنفاذ القانون المختصة ووحدات التحريات المالية على مستوى الدولي والإقليمي. حث الدول على تطوير وتحديث الأطر التشريعية والتنظيمية لديها ذات العلاقة بتنظيم استخدام وسائل الدفع الإلكترونية بما يواكب التطور السريع والممارسات الحديثة على مستوى العالم في هذا الإطار، وبما يوفر إطار حماية يقيها من استغلالها في تنفيذ عمليات غسيل الأموال. أخيراً، تدليل جميع المعوقات المتعلقة بإجراءات التحري والتحقيق في حالات إساءة استغلال الوسائل الإلكترونية الحديثة للقيام بتبييض الأموال. شكراً على حسن الإصغاء، ونحيل الكلمة مباشرة إلى السيدة رئيسة الجلسة. شكراً أستاذي المحترم على احترام الوقت وعلى المداخلة التي تنصب في أحد أهم محاور المؤتمر، وهي الجرائم الواقعة في البيئة الإلكترونية والتي تعد من أهم مظاهر الفساد الإلكتروني، والذي يعتبر اليوم ميزة العالم المتطور وأحد مخلفات العولمة والعالمية والبعد التكنولوجي للتنمية المستدامة في جانبها السلبي. مباشرة حتى لا أطيل، أحيل الكلمة إلى الدكتور عمر حسيني والدكتورة زهرة شوشان، هل أنتما متاحان؟ الدكتور علاء الدين السرطاوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة والإكرام. تفضل سيدي، مشكور، 10 دقائق من فضلك. بارك الله فيك. وفيك بارك. بداية أشكر القائمين على هذا المؤتمر في الجزائر والمركز الديمقراطي العربي وجامعة فلسطين الأهلية على هذه الجهود. رأينا أنا والدكتور سهيل الأحمد عميد كلية الحقوق والدكتور علاء الدين السرطاوي رئيس قسم الدراسات الإسلامية وكلانا في جامعة فلسطين الأهلية أن نشارك في هذا المؤتمر بورقة علمية أو بالبحث العلمي الموسوم القواعد الفقهية الناظمة لمكافحة الفساد في البيئة الإلكترونية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بسنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الفساد سلوك يتناقض مع الواجبات الرسمية للمنصب العام بهدف تحقيق مكاسب شخصية خاصة مادية كانت أم أو معنوية، ولذلك فلم تغفل التشريعات الإسلامية عن مسألة الحديث عنه أو حتى عن محاربته في الواقع الإنساني والاجتماعي المعاش،
بل وقفت على الحديث على خصوص ذلك بنصوص واضحة من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، حيث نظر التشريع الإسلامي إلى أهمية إرساء فلسفة النزاهة والمساءلة لدى الأفراد والمسؤولين في المجتمعات الإنسانية بشكل عام والإسلامية بشكل خاص، وذلك لاعتبار أن الطبيعة الشرعية المتعلقة بمكافحة الفساد في البيئة الإلكترونية تقوم على فلسفة الإصلاح الديني بمفهومه الواسع لتعلق ذلك بضوابط الحلال والحرام وطبيعة الإرشادات المؤثرة في أعمال القلوب وصلاحها مع الارتباط بركن الإخلاص لله تعالى. ومن هنا جاءت القواعد الفقهية الناظمة لمكافحة الفساد لإرساء مبادئ تحقيق المصلحة ودرء المفسدة ومنع وقوع الضرر والضرار لتعمل على تطبيق هذه القواعد بخصوص مسألة مكافحة الفساد في البيئة الإلكترونية، وذلك تحت عنوان القواعد الفقهية الناظمة لمكافحة الفساد في البيئة الإلكترونية. أهمية هذا الموضوع وأسباب اختياره، تبرز أهمية الموضوع وأسباب اختياره تعلق هذا الموضوع بالقواعد الفقهية الناظمة لمكافحة الفساد في البيئة الإلكترونية من حيث الماهية ومدى تأثيرها في مكافحة الفساد في البيئة الإلكترونية، إظهار أهمية الوقوف على طبيعة القواعد المؤثرة في مكافحة الفساد ومحاور ذلك في المفهوم الشرعي، بيان النصوص الشرعية المرتبطة بالتحذير من الفساد ومحاربته في التشريع الإسلامي، تحديد المفهوم الشرعي للقواعد الفقهية والفساد وكذلك التدابير الشرعية، مساس هذا الموضوع بالواقع المعاصر وأهمية ما يرتبط به من ارتباكات موضوعية توجب على الدراسات الشرعية أن تقف على هذه المسائل بهدف المعالجة العلمية، تناول جزيئات التشريع الإسلامي والقانوني المرتبط بذلك بناء على صلاحية التشريع لكل زمان ومكان. أما أهداف البحث فتمثلت فيما يلي: تحديد ماهية الفساد والقواعد الفقهية في المفهوم الشرعي، بيان طبيعة القواعد المؤثرة في مكافحة الفساد في المفهوم الشرعي، الوقوف على محاور القواعد الفقهية المتعلقة بمكافحة الفساد في البيئة الإلكترونية في المفهوم الشرعي بقصد التعرف على ذلك بدقة ووضوح. أما أسئلة البحث أو مشكلة البحث فتمثلت فيما يلي: ما حقيقة القواعد الفقهية والفساد في المفهوم الشرعي؟ هل يوجد قواعد فقهية تعالج مكافحة الفساد من حيث الأصل؟ كيف تظهر النصوص الشرعية التي تحذر من الفساد وتعمل على مكافحته من منظور شرعي؟ أما منهجية البحث فكانت كالتالي: الاعتماد على المنهج الوصفي، وذلك ببيان ماهية القواعد الفقهية الناظمة لمكافحة الفساد في البيئة الإلكترونية وكذلك تحديد طبيعة المحاور الخاصة بذلك بهدف الوقوف على متعلقات البحث، الرجوع إلى المراجع المتخصصة في هذا الموضوع. أما خطة البحث فكانت كالتالي: المبحث الأول كان في ماهية القواعد الفقهية والتدابير الشرعية الناظمة لمكافحة الفساد وفيه مطلبان، ثم المبحث الثاني طبيعة مكافحة الفساد في البيئة الإلكترونية من منظور شرعي وفيه مطلبان أيضا، والمبحث الثالث محاور القواعد الفقهية المؤثرة في مكافحة الفساد في البيئة الإلكترونية وفيه مطلبان. في النهاية في الخاتمة وأهم النتائج كانت خاتمة البحث وأهم نتائجه ما يلي: وبعد هذه المحطة في تناول موضوع القواعد الفقهية الناظمة لمكافحة الفساد في البيئة الإلكترونية، فإنه يمكن تلخيص أهم ما جاء في هذا البحث من النتائج، وذلك فيما يلي: أولاً، إن الوقوف على حقيقة التدابير والقواعد الفقهية ينظم العلاقة العلمية بين الفقهاء والمتخصصين ويسهل عليهم وعلى غيرهم معرفة الفروع الفقهية وطبيعة تنوع أبواب ذلك في المجالات العلمية المتعددة، وبالتالي توضيح أثر ذلك في المستجدات والوقائع المعاصرة وخاصة قضايا مكافحة الفساد في البيئة الإلكترونية، حيث تبين أنها تجعل المهتمين يلجؤون إليها للاستدلال والتوجيه المرتبط بتصرفاتهم وفق مفهوم هذه التدابير والقواعد الفقهية والعلمية وتطبيقاتها المعاصرة. تدابير الشرعية مجموعة المبادئ والتشريعات وكذلك الإجراءات والأمور التي جاء بها التشريع الإسلامي ونظمها لمكافحة الفساد ومحاربته من خلال النصوص الشرعية والقواعد الفقهية. إن الطبيعة الشرعية المتعلقة بمكافحة الفساد في البيئة الإلكترونية تقوم على فلسفة الإصلاح الديني بمفهومه الواسع، حيث يتعلق ذلك بضوابط الحلال والحرام،
وطبيعة الإرشادات المؤثرة في أعمال القلوب وصلاحها مع الارتباط بركن الإخلاص لله تعالى. تتجلى طبيعة الفساد وحدوده من خلال الخروج عن مقتضى الشرع والقانون والنظام الذي تصالح عليه الطبائع السليمة لدى الأفراد والمجتمعات، وذلك بإظهار المخالفة والنفور الذي يترتب عليه عدم الالتزام بهما أو استغلال غيابهما بهدف تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، سواء كان ذلك للفرد أم لجماعة معينة. وتتجلى طبيعته كذلك بإساءة استعمال السلطة العامة أو الوظيفة لأجل المكاسب والمصالح الخاصة. إن الفساد سلوك يتناقض مع الواجبات الرسمية للمنصب العام بهدف تحقيق مكاسب شخصية خاصة مادية كانت أو معنوية. نظر التشريع الإسلامي إلى أهمية إرساء فلسفة النزاهة والمساءلة لدى الأفراد والمسؤولين في المجتمعات الإنسانية بشكل عام والإسلامية بشكل خاص، عندما عالج الخلل الذي وقع به أحد المكلفين بمهمة تتعلق بالصالح العام، حيث خص نفسه بمكاسب تحصلت له بسبب عمله، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك ومنعه من هذا التصرف. إن التشريعات الإسلامية لم تغفل عن مسألة الحديث عن الفساد أو حتى عن محاربته في الواقع الإنساني والاجتماعي المعاش، بل وقفت على الحديث على خصوص ذلك بنصوص واضحة من القرآن والسنة. قواعد الفقهية المؤثرة في مكافحة الفساد وتحقيق الرعاية المطلوبة لإرساء مبدأ تحقيق المصلحة ودرء المفسدة وكذلك منع وقوع الضرر والضرار، تظهر أهمية إدراك أن الواجب على المختصين وغيرهم من المهتمين بالمبادئ والتشريعات مراعاة هذه القواعد المنظمة لمكافحة الفساد بشكل عام والبيئة الإلكترونية بشكل خاص. إن العمل على تحقيق المصالح المشروعة والتصرف الطبيعي لكل من يتولى أمر الناس في المجتمعات الإنسانية بشكل عام والمجتمع الفلسطيني بشكل خاص، ومن هنا وجد محور القواعد الفقهية المتعلقة بميزان المصالح والمفاسد المتعارضة ظاهراً بشأن مكافحة الفساد في البيئة الإلكترونية، حيث أن تطبيق هذه المنظومة في البيئة الفلسطينية قد يختلف بين مسؤول وآخر بناء على اختلاف المصلحة المرتبطة بالزمن أو الرؤية الخاصة يتقيد ذلك وظروفه. وأخيراً فإننا نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء أن يوفقنا لتحصيل العلم وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزدنا علما، إنه سميع مجيب الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أمين أجمعين إن شاء الله. دكتورنا المحترم الدكتور سهيل الأحمد والدكتور علاء الدين السرطاوي قدم مداخلة قيمة في إطار القواعد الفقهية الناظمة لمكافحة الفساد في البيئة الإلكترونية، جال بنا وأخذنا في رحلة إسلامية إلى كيفية معالجة القواعد الفقهية أو الشريعة الإسلامية إلى الفساد، مع إشارات إلى التقدم الإسلامي في هذا المجال واعتبار الفساد من الرذائل أو من سوء الأخلاق. مشكوران جدا سيدي المحترمان. فدائما جامعة فلسطين الأهلية ولودة بأساتذتها، ولودة بطلبتها، وولودة بإدارتها، طالما طرقنا بابها كان دائما مفتوحا للعلم والبحث العلمي. دون إطالة دون إطالة أحيل الكلمة إلى الدكتورة إيمان ممثلة هيئة مكافحة الفساد في الجزائر، فلتتفضلي. مشكورة. دكتورة إيمان، هل تسمعيني دكتورة؟ نعم دكتورة نسمعك بوضوح، تفضلي. مشكورة. شكرا دكتورة على إلحاق الكلمة. شكرا جميعا، صباح الخير دكاترتنا الكرام. نشكر يعني على الخلل التقني الذي وقع، ونعتذر عن التأخر في المداخلة. فيما يخص مداخلة، يعني نحيي جميع المشاركين، اللجنة العلمية، اللجنة التنظيمية التي سهرت على تنظيم هذا المؤتمر الذي سيخرج بفوائد وبثمرات جد مهمة بالنسبة لجميع المشاركين وبالنسبة لمكافحة الفساد في البيئة الإلكترونية. بالنسبة لمداخلة الهيئة الوطنية لوقاية الفساد ومكافحته، سوف تتطرق إلى أربع محاور من محاور المؤتمر أساساً. يعني هي تتعلق من ناحية بجهود الإطار القانوني والمؤسساتي لمكافحة الفساد في الجزائر، الجهود التي قامت بهم الدولة الجزائرية في إطار مكافحة الفساد منذ الاستقلال إلى يومنا هذا. سوف تتعلق كذلك، وسوف نتطرق من خلال المداخلة إلى
السنة القانونية التي وضعتها الدولة الجزائرية لأجل محاولة مكافحة الفساد كالهيئة الوطنية لوقاية الفساد ومكافحتها منذ تأسيسها في مجال مكافحة البيئة الإلكترونية كذلك، وأخيرا البرنامج الوطني للتكوين والتحسيس ضد مخاطر الفساد والنهج التشاركي الذي اعتمدته الهيئة لأجل وضع أسس الاستراتيجية الوطنية لوقاية الفساد ومكافحته. الشق الأول المتعلق بالإطار التاريخي والسياسي لمكافحة الفساد في الجزائر، لا يخفى عليكم أن انخفاض الأسعار النفط في نهاية الثمانينات صاحبه ارتفاع في عجز الميزانية العامة وانخفاض المستوى المعيشي، مما أدى إلى تفاقم حجم الاحتياجات الشعبية وزيادة الاضطرابات، وهو ما تجسد من خلال أحداث أكتوبر 1988. في خضم تلك الأزمة المتعددة الأبعاد حاولت السلطة تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية من خلال دستور 1989 والإعلان عن التعددية السياسية والتوجه نحو اقتصاد السوق. صاحب هذه التطورات من الجانب العلمي عدة مبادرات كإنشاء لجنة إصلاح العلاقات بين الإدارة والمواطن في شهر جويلية من عام 1988، ثم تلتها حكومة الإصلاحات سنة 1990، وفي مارس من سنة 1996 تم إنشاء هيئة وسيط الجمهورية لمحاربة البيروقراطية وحماية حقوق المواطن من تعسف الإدارة، والتي حقيقة تم استحداثها في سنة 2020. وكذلك لأجل الوقاية من الرشوة ومحاربتها، كما تم إنشاء قبلها المرصد الوطني لحقوق الإنسان إدارية مستقلة في مجال حماية الحريات العامة سنة 2000، تم تنصيب لجنة إدارية لدى رئاسة الجمهورية. غير أن معظم هذه المشاريع الإصلاحية التي بشرتها الجزائر لم ترق لتطلعات المواطنين لغياب الإرادة السياسية الحقيقية في تطبيق الإصلاحات. كما نلاحظ أن الترسانة القانونية التي تملكها الجزائر لمكافحة الفساد لم تمنع من تمدد هذه الظاهرة، هذه الآفة، وأن مصادقة الجزائر لمختلف الاتفاقيات والنصوص الدولية ذات الصلة لم تقف حاجزاً أمام توسع هذه المفسدين وسيطرتهم على دواليب النظام السابق، إذ باتت أنشطتهم تشكل خطراً يهدد كيان الدولة في حد ذاتها، وما زاد من تغولهم اختلال المال الفاسد بالسياسة، وما نتج عنه مخلفات ثقيلة لقضايا فساد. لا يخفى عليكم أن الدستور التعديل الدستوري من نوفمبر 2020 وبإرادة سياسية واضحة جعل من مكافحة الفساد وأخلاقات الحياة العامة إحدى المحاور الأساسية التي يبنى عليها دستور الجزائر الجديدة، من خلال خلق آليات من شأنها تفادي تضارب المصالح بين المسؤوليات العمومية وتسيير الشؤون العامة، وكذا تعزيز آليات الوقاية من الفساد ومكافحته، بما يضمن إشراك المجتمع المدني ويعيد الاعتبار للمؤسسات والهيئات الرقابية وتدعيمها. من أجل ذلك فإن الهيئة الوطنية لوقاية الفساد ومكافحته منذ شهر 2019 شرعت مكافحته، معتمدة في ذلك النهج التشاركي من خلال تنظيم سلسلة من المشاورات الوطنية التي سيتم التطرق إليها بالتفصيل فيما بعد. أما السياسة التشريعية أو الإطار القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر فإنه أساساً، فإن جهود الدولة والساعية إلى مكافحة الجريمة المنظمة والفساد وتبييض الأموال واسترداد العائدات الإجرامية التي نتج عنها إبرام العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية المعنية بتعزيز وتفعيل التعاون الدولي في هذه المجالات، أهمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، حيث كانت الجزائر من أول الدول التي صادقت على هذه الاتفاقية أو الدولات السابقة للمصادقة عليها، وكان ذلك التي تعتبر حالياً 186 دولة، وذلك في أول ما فتحت التوقيعات بمدينة ميريدا المكسيكية بتاريخ 9 ديسمبر 2003، وكانت سادس دولة تودع أوراق المصادقة على الاتفاقية لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة، حيث صادقت عليها بتاريخ 19 أبريل 2004، كما صادقت على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته بتاريخ 10 أبريل 2006، وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد بتاريخ 8 سبتمبر 2014. وانضمت الجزائر أيضاً إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر اتفاقية باليرمو،
عليها في 5 فبراير 2002 المنظمة عبر الحدود الوطنية المحررة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010. إن انخراط الجزائر في المساعي الدولية لمكافحة الفساد دافع بالسلطات العمومية إلى تحديث المنظومة القانونية الوطنية بتطوير ترسانة شرعية وتنظيمية ومؤسساتية تجاري الرهانات الجديدة لجريمة الفساد وملاحقة الجريمة المنظمة، وعملت الجزائر على تعزيز الإطار القانوني لمكافحة الفساد من خلال مجموعة من الإجراءات كإصدار القانون رقم 0601 المؤرخ في 20 فبراير 2006 المعدل والمتلمم المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وهو قانون خاص يتماشى ويتطابق مع جميع نصوص أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويجرم هذا القانون مجموعة من الأفعال يعتبرها جرائم فساد عددها 23 جريمة، كما ينص على إنشاء هيئتين متخصصتين أسندت لهما صلاحية الوقاية وقمع الفساد، يعني الهيئة الوطنية لوقاية الفساد ومكافحته هو الديوان الوطني لقمع الفساد. كما تم إصدار القانون رقم 0501 المؤرخ في 6 فبراير 2005 المعدل والمتمم المتعلق بالوقاية من الفساد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. إصدار الأمر 0603 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يضبط قواعد تسيير المسار المهني للموظفين ويضع معايير لتقييم ويكفل حقوقهم في مجال الترقية والتكوين كذلك. والمارس 2006 المتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض الوظائف والمناصب والذي وضع إجراءات وتدابير تمنع بعض الفئات من أن تكون لهم مصالح لدى المؤسسات أو الهيئات التي يتولون مراقبتها أو الإشراف عليها أو التي أبرموا صفقات معها. إصدار مرسومين رئيسيين حول التصريح بالممتلكات، تعديل قانون العقوبات لسنة 2015 بإدراج فصل كامل حول حماية الشهود والخبراء والضحايا حيث يمكن إفادتهم من تدابير الحماية إذ كانت حياتهم أو سلامتهم الجسدية أو حياته أو سلامة أفراد عائلتهم في خطر. التعديل الدستوري لسنة 2016 الذي بموجبه تم تعزيز مركز ومكانة الهيئة الوطنية لوقاية الفساد ومكافحتها وترقيتها إلى مؤسسة دستورية. وأخيراً التعديل الدستوري لسنة نوفمبر 2020 الذي حول الهيئة من هيئة الهيئة الوطنية لوقاية الفساد من هيئة استشارية إلى هيئة رقابية تحت اسم السلطة العليا لوقاية الفساد، السلطة العليا للشفافية لوقاية الفساد ومكافحته، والذي خول لها سلطة الرقابة سلطة المكافحة. أما فيما يخص يعني باش ما نكونش ما نطولش كثيرا في نترك المجال لزملائي الدكاترة الآخرين الباحثين في هذا المجال، فيما يخص السياسة الوقائية للجزائر فإنها كما قلت في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته في المجال أو في البيئة الإلكترونية، فإن الجزائر ترسانة من التدابير والإدارات تبسيط وتوحيد المعاملات والإجراءات الإدارية وإنشاء لجنة وزارية مشتركة للإشراف على التنفيذ الوطني لتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسينها، العمل على عصرنة وتحسين جودة المرفق العام والخدمة العمومية وذلك من خلال التنفيذ التدريجي لمشروع الإدارة الإلكترونية والتطوير المتواصل لرقمنة الإدارة والوثائق والمستندات الإدارية مثل إصدار الوثائق الإدارية البيومترية ورقمنة سجل الحالة المدنية والبطاقة الوطنية للسكن والخدمات الإلكترونية عن بعد. كما تم أيضا في هذا الصدد إصدار القانون 0415 في أول فبراير 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، وكذا المرسوم الذي يحدد تنظيم المصالح التقنية والإدارية للسلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني وسيرها ومهامها. إصدار القانون 0718 المؤرخ في 10 يونيو 2018 المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، التجميع الفعلي لتصريح بالممتلكات من طرف الهيئة الوطنية لوقاية الفساد ومكافحته بالتنسيق مع مختلف الوزارات، وهي العملية التي شملت في مرحلة أولى كافة المنتخبين المحليين والأعوان العموميين الذين يشملون وظائف عليا في الدولة. وفي هذا الصدد يشرفني أن أعلمكم بأن الهيئة الوطنية لوقاية الفساد ومكافحته في صدد التحضير والإعلان عن البطاقة الرقمية أو الأرضية الإلكترونية للتصريح بالممتلكات
دكتورة إيمان من خلال التبادل بين القطاعات الذي ستعلن. نعم دكتورة إيمان الصوت هل تسمعونني الآن بوضوح؟ هل أعدت المفاجأة تبع البطاقة؟ الهيئة. نعم الهيئة الوطنية للوقاية فساد ومكافحته تعمل منذ 5 سنوات على تحضير أرضية رقمية إلكترونية تخص التصريح بالممتلكات عن بعد بين القطاعات. يعني هو مشروع هي أرضية قامت الهيئة باقتناعها، هو مشروع استثمرت في الهيئة يعني بيجي كونسيكون يعني ميزانية معتبرة منذ 5 سنوات ستعلن عنه مقربا إن شاء الله، سيكون فعلي الهيئة بصدد تحضير الإطار النص القانوني المتعلق بهذه الأرضية الإلكترونية. الأرضية ستسمح بالتصريح عن الممتلكات عن بعد بشفافية تامة بين الهيئة وبين المصرح، يعني بين الأشخاص الملزمين والأعوان العموميين الملزمين بالتصريح عن الممتلكات. يعني لم يبقى سوى تحضير للنص القانوني المصادقة عليه من طرف السلطات، وتصبح المعاملة معاملة رسمية معمول بها من طرف الأعوان العموميين وكل إطارات الملزمة على التصريح بالممتلكات. وأخيراً في شقين سنتطرق عليه هما الشق المتعلق بالتكوين والتحسيس ضد مخاطر الفساد. هو مشروع هو يعني برنامج تعمل عليه الهيئة منذ 2016. هذا البرنامج سمح من الدولة يعني فيه 50 مليون دينار جزائري. إلى غاية اليوم تم تكوين أكثر من 6000 عون عمومي من مختلف القطاعات. هذا البرنامج نظمته الهيئة من خلال 4 أطوار. الطور الأول هو طور الجذع المشترك الذي سمح للهيئة بتكوين 2600 عون عمومي. الطور الثاني هو طور التخصص الذي سمح للهيئة بتكوين 3264 عون عمومي في مختلف التخصصات ومن مختلف الأطياف. الطور الثالث الذي بدأ من 2018 وهو الطور المتعلق بتكوين المكونين، حيث تهدف الهيئة إلى تكوين نقاط اتصال على مستوى القطاعات وعلى مستوى الفروع القطاعات الوزارية وحتى على مستوى الاقتصاد كذلك. الطور الرابع المتعلق أيضا بالتكوين المحلي، يعني قامت الهيئة بتنظيم دورات تكوينية على المستوى المحلي، نقلت الهيئة إلى مراكز التكوين بالتعاون مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى مراكز تكوينها، كوننا أكثر من 870 عون عمومي. الواجهة الخامسة لي يعني الخاصية الخامسة لبرنامج الوطني للتكوين والتحسيس أن الهيئة الوطنية شرعت في تكوين ممثلي المجتمع المدني، ممثلي الحركات الجمعوية. ابتداء من 6 أكتوبر 2020 قامت الهيئة بتكوين أكثر من 320 عضو ممثل لمجتمع مدني، يعني حركات جمعوية يخصون 125 جمعية معتمدة. أما فيما يخص النهج التشاركي وهو المحور الخامس لهذا المؤتمر، فإن منذ أبريل 2019 اعتمدت نهج التشريع للوقاية الفساد ومكافحته كما تعلمون في الرد 203 منه، يعني هو منطلق تحضير الاستراتيجية الوطنية للوقاية الفساد، ينص على أن أحكامها المادة 203 تنص على أن الهيئة الوطنية للوقاية الفساد ومكافحته تتولى على الخصوص مهمة اقتراح استراتيجية وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية والمساهمة في تطبيقها. كما نصت الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد في مادتها الخامسة المتعلقة بالسياسات وممارسات مكافحة الفساد والوقاية منها على أن تقوم كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني بوضع وتنفيذ وترسيخ سياسات فعالة لمكافحة الفساد تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إرادة الشؤون والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية والمساءلة واحترام الجزائر لالتزاماتها الدولية على أثر المصادقة على هذه الاتفاقية جعلها تدرج هذه التوصية من القانون في القانون 0601 المعدل والمتمسو
على أن تنشأ هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته قصد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، والذي تنص عليها المادة 20 من هذه القانون، حيث يتوجب على الهيئة أن تقترح سياسة شاملة للوقاية من الفساد ومكافحته تكرس مبادئ دولة الحق والقانون. في هذا النهج التشاركي في إعداد الاستراتيجية، حيث نظمت مشاركات مشاورات وطنية تم من خلالها إشراك أكثر من 303 شخص معنوي تم استشارتهم في المحاور الأساسية للاستراتيجية. شاركت فيها 113 هيئة ومنظمة وطنية. في الشق الأول من الاستراتيجية تم عرض النهج الذي المنهجية التي ستعتمدها الهيئة لأجل وضع متابعة وتطبيق الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. ثم نظمت الهيئة استشارة تقنية دولية كذلك تم من خلالها استشارة ممثلي، ويعني تمكنوا من إبداء توصياتهم واقتراحاتهم ممثلي هيئات دولية، كنذكر على سبيل المثال مكتب الأمم المتحدة الإنمائي للجزائر، المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الممثل بمكتب بيروت، المركز العالمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتكنولوجيا والإبداع والتنمية المستدامة لسنغافورة، مركز الخبرات للسياسات العمومية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بسيول كوريا الجنوبية، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، البنك العالمي، البنك الإفريقي للتنمية، منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الممثل ببرنامج الإقليم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأخيرا المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي حول فساد. لا يخفى عليكم من هذه الاستشارة الإلكترونية التي تم من خلالها عرض منهجية الهيئة، عرض المحاور الأساسية والأهداف الأساسية التي تهدف الهيئة لتحقيقها من خلال الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته. بعد ذلك تم تنظيم دورة ثانية التي تم من خلالها جمع مقترحات ممثلي هذه الهيئات الدولية التي سبق ذكرها، ثم تم عرض هذه المحاور مع الأهداف الاستراتيجية على المواطنين من خلال تنظيم استشارة إلكترونية موسعة، حيث أن الهيئة بثت وعرضت في موقعها الرسمي المحاور الأساسية للاستراتيجية، تم أخذ آراء المواطنين، شارك فيها أكثر من 31 ألف مواطن قاموا بإبداء رأيهم بمقترحاتهم فيما يتعلق المحاور الأساسية للاستراتيجية. 75% من بين المواطنين الذين شاركوا في هذا الاستبيان علقوا أمل كبيرة على نجاح هذه الاستراتيجية، واعتبروا أن أهداف الاستراتيجية لها يعني لها صدى كبير ولها فرص تحقيق كبيرة. الاستراتيجية أساساً تم عرضها في سبتمبر 2020 على فخامة رئيس الجمهورية لأجل إبداء الرأي، ونحن ننتظر رأيهم فيما ذلك. لغاية الاستراتيجية الأساسية للاستراتيجية عندنا أساساً أولاً تتعلق بتهديف أساساً إلى تعزيز الشفافية وأخلاقات الحياة العامة. تكريس شفافية في تسيير الشؤون العمومية الإداري، هذا الشق المتعلق بمكافحة الفساد في البيع الإلكترونية. فيما يخص تعزيز الشفافية وأخلاقات الحياة العامة فهي تتطلق إلى أربع أهداف أساسية نذكر منها: ترقية نزاهة المواطن الموظف العمومي من خلال تفعيل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، اعتماد مدونة قواعد سلوك الموظف العمومي، اعتماد نظم للتوظيف والترقية قائمة على الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، تبني سياسة التدوير الوظيفي على مستوى القطاعات والمؤسسات العمومية، تعزيز نظم التكوين التي تسمح للموظفين العموميين باكتساب وتحسين قدراتهم المهنية. الشق الثاني المتعلق بتكريس الشفافية في تسيير الشؤون العمومية، وذلك من خلال وضع منظومة لضمان حق الحصول على المعلومة، إعادة النظر في المنظومة القانونية للتصريح بالممتلكات وتطويرها، عصرنة وتعزيز الشفافية في تسيير وإدارة الممتلكات العمومية، تسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات المتعلقة بإدارة المالية العمومية، تطوير المنظومة الوطنية للصفقات العمومية وعصرنتها. فيما يخص الشق الثالث المتعلق بتعزيز المستقلة في تسيير الشؤون العام، فإن الهيئة اقترحت أولاً وضع آليات لتقييم السياسات العمومية،
اعتماد إجراءات الرقابة الداخلية وإدارة مخاطر الفساد، وضع آليات لتقييم الدوري لأداء المسؤولين العموميين ومساءلتهم، تقييم فعالية أداء المؤسسات العمومية. آخر عنصر فيما يخص الوقاية الفساد ومكافحة في البيئة الإلكترونية متعلق بتخفيف العبء الإداري، وذلك من خلال أساسية وهي رقم استخدامي المرفق العام، وأخيرا تحسين الخدمة العمومية وتسهيل الوصول إلى المرفق العام. ختاما، إن هذا المشروع التمهيدي للاستراتيجية الوطنية لوقاية الفساد ومكافحته بأهدافه الاستراتيجية وخطته التنفيذية التي تم عرضها كما قلت مسبقا على السلطات العمومية وعلى رئيس الجمهورية، من شأنه أن يضع لبناته الأولى لتكريس مبادئ أخلاق الحياة العامة ومكافحة الفساد، وهو خاصة فيما يتعلق في تسيير الشؤون العمومية ومكافحة الفساد في البيئة الإلكترونية. إضافة إلى ذلك، فإن هذه الاستراتيجية من شأنها أن تصبح أداة حكم وورقة طريق لدى السلطات العمومية تمكنها من قياس أداء الدوائر الوزارية والمؤسسة العمومية والهيئات الوطنية، وخاصة قياس مدى التزامها باحترام المبادئ الجوهرية للحكم الراشد وترخيص الديمقراطية التشاركية وتعزيز النظام الوطني للنزاهة. أتمنى أن المداخلة لم تكن طويلة جدا. أشكركم على الوقت الذي تم منحه للهيئة، وفرصة سعيدة إن شاء الله. شكرا دكتورة. شكرا الدكتورة إيمان على هذا العرض القيم الذي من خلاله هناك العديد من الأشخاص كانوا يجهلون سياسة واستراتيجية الهيئة في مكافحة مختلف أطر الفساد، سواء في البيئة التقليدية أو بحسب ما طرأ عليه اليوم من إدخال البيئة الرقمية وما صبغته عليه من صبغات مختلفة. نحيي من منبرنا هذا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الجزائر الأبية على تنوع وزخر وزخم استراتيجيتها وخططها الجد قيمة في مكافحة والتصدي لمختلف أنماط الفساد بمختلف أطره دون الهوان أو دون التقليل أو التغاضي عن أهم النقاط سواء كانت كبيرة أو صغيرة، كما نتمنى في القريب العاجل ظهور البطاقة التي كنت قد أشرت إليها والتي كانت مفاجأة بالنسبة لي، خاصة أنها تتماشى والطرح الجديد بالنسبة لقانون الانتخابات بالنسبة للشروط المفروضة على المنتخب بالنسبة للأملاك وكيفية التصريح بها. فإن شاء الله تكون هذه الآلية بمثابة تكملة للنقص الموجود في مواد هذا القانون. أجدد شكري للهيئة ولشخصكم الكريم، وإن شاء الله نلتقي في منابر علمية جديدة ومتنوعة. شكرا سيدتي المحترمة. دون إطالة، إذا التحق الدكتور حسين والدكتورة خيرة فليتفضلا. إذن أحيل الكلمة إلى الدكتورة مريم لرئاسة الجلسة الثانية في انتظار التحاق باقي المشاركين، خاصة أن هناك بعض المشاركين اعتذروا عن المشاركة اليوم وألجأوا التحاقهم إلى الغد نظرا لالتزاماتهم العلمية والأكاديمية. الدكتورة مريم، هل أنت موجودة؟ نعم، السلام عليكم دكتورة. وعليكم السلام، تفضلي دكتورتي المحترمة. شكرا جزيلا دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن هل صوتي مسموع؟ نعم دكتورة، الصوت مسموع، تفضلي. شكرا جزيلا. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يعني أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكل القائمين على أشغال هذا الملتقى الهام في جامعة فلسطين الأهلية وكذا هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، كما أتقدم
الشكر الجزيل للدكتورة وشن حنان على كل المجهودات التي تبذلها لإنجاح هذا العرس العلمي، كما نشكرها لأنها أتاحت لكل الباحثين الفرصة للتطرق لمثل هذه المواضيع الهامة والمعاصرة التي تشغل الساحة القانونية. ونبدأ الجلسة الثانية بإذن الله من خلال التطرق لمجموعة هامة من المداخلات، التي جاءت تحت محاور هذا الملتقى، قدمها مجموعة من الدكاترة والأساتذة والطلبة من مختلف أنحاء وطننا الحبيب الجزائر وكذا دولتنا الشقيقة فلسطين. يدور فلك هذه المداخلات حول موضوع هام ويجمعها نقطة مشتركة، هي عبارة عن نماذج مختلفة عن جرائم الفساد كتبييض الأموال وغسل العملات، كذلك بعض جرائم الفساد عن طريق بطاقات الائتمان، الاختلاس الإلكتروني، وكذلك جريمة سوء استخدام النفوذ. لكن السؤال المطروح في الأخير هو ما مدى كفاية النصوص التقليدية في مواجهة هذه الجرائم الإلكترونية الحديثة والتي عندها علاقة بالتطور التكنولوجي وسياسة الرقمنة وتقنيات الحاسوب الحديثة. لذلك نبدأ بإذن الله المداخلات، وأدعو كل من الأساتذة الآتية أسماؤهم إن كانوا متواجدين معنا. نبدأ بالدكتورة لمياء حضرباش والدكتور نادير زمموش من جامعة محمد الأمين دباغين سطيف. إذن الدكتورة لمياء حضرباش والدكتور نادير زمموش، هل أنتم معنا؟ ننتقل إلى المداخلة الثانية للأستاذ وليد الضرابيع. الأستاذ وليد الضرابيع، صباح الخير دكتورة بخلافيا. صباح النور دكتور، أهلا وسهلا بك. إذن أحيل لك الكلمة مباشرة دكتور للتدخل بمداخلة بعنوان تبييض غسل العملات الافتراضية مظهر للفساد الرقمي. إذا أمكن عمل شير سكرين للعرض الباوربوينت. أستاذ كريم هل أنت موجود؟ أستاذ كريم، أستاذ وليد في اكتظاظ الخلفية متاحة، يمكنه مباشرة العرض. أوكي ولي أستاذ وليد، يمكنك مباشرة العمل، تفضل. What is my screen share? Okay. يبدو أنه يوجد مشكلة في العرض. نحن نسمعك جيدا ونراك بصورة جيدة دكتور. المرجو الضغط على سكرين شير قرب بارتيسيبنت وبعدها اختيار الشاشة من على حاسوبك، شكرا. شير سكرين، شاشة، شير، اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان للإخوة في هيئة مكافحة الفساد على إتاحة الفرصة لي للمشاركة بورقة علمية محكمة بعنوان غسل العملات الافتراضية مظهر للفساد الرقمي البيتكوين نموذجاً، حيث تكمن أهمية هذا الموضوع في ظل توظيف المجرمين للوسائل الإلكترونية ارتكاب جرائمهم، لما يتميز بها هذه الطرق من خصائص تتيح عدم خضوعها لرقابة الجهات الحكومية. تكمن إشكالية الدراسة في أنه
في أن التسار الرئيسي في هذا الموضوع إلى أي مدى ساهمت التشريعات الفلسطينية في مواجهة جريمة غسل الأموال الفساد باستخدام البيتكوين؟ ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس عدة أسئلة فرعية تتمثل في: هل تتوفر الإمكانيات لدى الجهات المختصة في مواجهة جريمة غسل الأموال باستخدام البيتكوين؟ وما هي المعيقات التي تواجه الجهات المختصة في مواجهة البيتكوين؟ مشتملات الدراسة تناولنا في المبحث الأول الأحكام الموضوعية لجريمة غسل الأموال الناتجة عن جرائم الفساد باستخدام البيتكوين. تطرقنا خلال هذا المبحث إلى تعريف البيتكوين، تناولنا خصائص البيتكوينز التي تتيح للمجرمين استخدام هذه الوسائل نظرا لعدم خضوعها لرقابة الجهات الحكومية في الدولة. تطرقنا أيضا خلال هذا المبحث إلى موقف التشريعات الفلسطينية والجزائرية المتعلقة بالبيتكوين. وجدنا أن التشريع الفلسطيني تناول موضوع البيتكوينز، التشريع الفلسطيني لم يورد أي نص قانوني يجرم البيتكوينز، في حين أن التشريع الجزائري جرم استخدام البيتكوينز، وأن المشرع الفلسطيني نتيجة عدم تجريمه قامت سلطة النقد الفلسطينية بإصدار تعميمات تجرم أو تحذر من التداول في عملة البيتكوينز. في المبحث الثاني تناولنا الأحكام الإجرائية لجريمة غسل الأموال الناتجة عن جرائم الفساد بواسطة البيتكوينز، وتناولنا الجهات الحكومية التي تقوم بالرقابة على هذا الموضوع وكشف جرائم الفساد والجرائم المتعلقة بغسل الأموال المتحصلة عن جرائم الفساد. تناولنا أيضا المعيقات التكنولوجية والمعيقات القانونية في هذا السياق. خلال هذه الدراسة خلصت هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات تمثلت في وجود قصور في وجود قصور تشريعي في التشريعات الفلسطينية الناظمة لهذا الأمر، حيث لم تحتوي على نصوص تنظم العملات الافتراضية، واقتصر الأمر على تعميمات صادرة عن سلطة النقد. كذلك النقطة الثانية عدم وجود محفظة إلكترونية حكومية للتعامل مع مضبوطات المستخدمة في عملية غسل البيتكوينز. النقطة الثالثة صعوبة التعرف على امتلاك الموظف العام للعملات الافتراضية. النقطة الرابعة تنوع موقف التشريعات من آلية التعامل مع العملات الافتراضية، حيث اتجه بعض الدول إلى تنظيمها موجب قانون، والبعض الآخر اعتمد على تعليمات. كما أشرنا إلى دولة الجزائر جرمت التعامل بالبيتكوين. النقطة التالية المواجهة لغسل الأموال الفساد باستخدام العملات الافتراضية يواجهه عدة مشاكل قانونية وتكنولوجية. عدم وجود النقطة السادسة قانون مكافحة الفساد لم يتناول في تعريف العملات تعريفه للأموال العملات الافتراضية على غرار القرار بقانون بشأن غسل الأموال. النقطة الأخرى اللي هي وجود قصور في قانون غسل الأموال بالنص على وجود قصور في قانون غسل الأموال في وجود نص في قرار بقانون بشأن غسل الأموال يحيل التقارير الواردة بشأن غسل الأموال إلى النائب العام المساعد المنتدب لدى هيئة مكافحة الفساد، ولكن القرار بقانون بشأن مكافحة الفساد وتعديلاته ألغى هذا المنصب، لذا يوجد في قصور تشريعي في هذا الموضوع. النقطة الأخيرة لم يتضمن النصوص القانونية المنظمة لمشتملات إقرار الذمة المالية الواردة في قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته ذكر العملات الافتراضية من ضمن مشتملات إقرار الذمة المالية. التوصيات خرجت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات. التوصية الأولى تعديل نص المادة 1 من قانون مكافحة الفساد بإضافة تعريف العملات الافتراضية بتعريف الأموال. تعديل نص المادة 31 فقرة 2 من غسل الأموال الفلسطيني بإسناد هذه بإسناد إحالة التقرير إلى النائب العام لسلامة الإجراءات ولوجود قصور تشريعي بحاجة إلى تعديل. إعداد محفظة رقمية للدولة للاحتفاظ بالمضبوطات الخاصة بالأموال المتحصل من جرائم الفساد باستخدام البيتكوين.
إنشاء وحدة متخصصة للتحقيق الرقمي الموازي في جرائم غسل الأموال في هيئة مكافحة الفساد تختص بالتحقيق في جرائم غسل الأموال الرقمي. التوصية الأخيرة التي خرج بها الباحث هي ضرورة تعديل نص المادة 14 فقرة 2 من القرار بقانون رقم 37 لسنة 2018 بشأن تعديل قانون مكافحة الفساد التي تنظم مجتملات إقرار الذمة المالية بإضافة العملات الافتراضية من ضمن محتويات إقرار الذمة المالية. شكرا لك دكتورة وأحيل الكلمة لك. شكرا جزيلا دكتور وليد الترابي على هذه المداخلة القيمة التي توصل من خلالها في الأخير إلى القصور التشريعي الذي يمكن أن يؤدي إلى الإفلات من العقاب، وبالتالي ضرورة مواكبة النصوص التشريعية للتطور التكنولوجي حتى نكون حتى لا نخل بمبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وبالتالي يجب موائمة التشريعات للتطور الحاصل. إذن المداخلة الموالية، نشكرك جزيلا دكتور، والمداخلة الموالية ندعو فيها كل من الدكتورة لمياء حدرباش والدكتور نبير زمموش من جامعة سطيف. هل أنتم في الاستماع؟ هل أنتم معنا؟ إذن ننتقل إلى مداخلة أخرى، الدكتورة تركي ليلى من جامعة منتور الإخوة منتوري قسنطينة. الدكتورة ليلى أجلت مداخلتها للغد لالتزامها بمسابقة الدكتورة. نعم شكرا دكتورة. إذن ننتقل إلى الدكتورة زهية عيسى وطالب دكتوراه لميز أمينة من جامعة بومرداس. الدكتورة زهية عيسى المفروض طالبتها هي التي تلقي المداخلة موجودة، تفضلوا. نعم أستاذة هل تسمعني؟ نعم نستمع إليك جيدا الأستاذة لبنيز أمينة. نعم بومرداس. نعم جريمة الإختلاس الإلكتروني وتأثيرها على الفساد الإلكتروني، تفضل. نعم مشكورة. شكرا جزيلا لك سيدة الرئيسة. أولاً أحيي كل الأساتذة الأفاضل المشاركين والقائمين على فعاليات على تنظيم فعاليات هذا الملتقى، كما لا يفوتني أن أشكر رئيس هذا الملتقى السيد أحمد سهيل الذي تفضل مشكوراً بمنحنا يعني فرصة لي المشاركة ضمن فعاليات هذا الملتقى. أنا طالبة لميس أمينة من جامعة بومرداس مع الدكتورة عيسى زهية كذلك من جامعة بومرداس بمداخلة تحت عنوان جريمة الاختلاس الإلكتروني وأثرها على الفساد الإلكتروني. كتمهيد لموضوعنا هذا، نرى أن الجرائم الإلكترونية بصفة عامة اليوم وبمختلف صورها هي ظاهرة اجتماعية مرتبطة بانتقال المجتمعات من الواقع المادي الفعلي إلى الواقع الافتراضي، وبالتالي فمن البديهي جدا أن تنتقل أغلب يعني الجرائم التقليدية من الواقع كذلك هي التقليدي إلى الواقع الافتراضي، وهو ما ساهم في انتشار هذه الجرائم يعني بصفة كبيرة. ومن بين أهم هذه الجرائم وأخطرها مقارنة بباقي الجرائم الإلكترونية الأخرى لدينا جريمة الاختلاس الإلكتروني بمختلف صورها، إلا أننا من خلال مداخلتنا هذه سوف نتطرق لجريمة الاختلاس الإلكتروني الذي يقع على المال، سواء المال العام في القطاع العام أو المال في القطاع الخاص، وهذا بالنظر إلى مدى خطورة هذه الجريمة كونها ترتبط بالأموال الموضوعة تحت يد الموظف بالمؤسسات الاقتصادية والمالية والتجارية، وكذلك في تلك يعني الأموال الموضوعة في يد الموظف الذي يتولى إدارة المرافق العمومية للدولة. وهذا الطرح يؤدي بنا إلى طرح الإشكالية التالية: هل التشريعات الجزائرية التقليدية يعني قادرة على التكيف والإحاطة بالجريمة الإلكترونية اليوم، لا سيما جريمة الاختلاس الإلكتروني المقترفة من طرف الموظف في القطاع العام أو القطاع الخاص؟ الإجابة على هذه الإشكالية سوف تكون من خلال ثلاث نقاط. النقطة الأولى نتعرض فيها إلى مفهوم جريمة الاختلاس الإلكتروني، وهل التشريع الجزائري يعني خص هذه الجريمة بتعريف معين أم لا. أما النقطة الثانية فنتعرض لها إلى الأركان المتعلقة بهذه
هذه الجريمة. ونتعرف في النقطة الثالثة على اعتبار أنه عنوان مداخلتنا هو جريمة الاختلاس الإلكتروني وأثارها على الفساد الإلكتروني. فمن خلال النقطة الثالثة سوف نتعرض إلى الآثار يعني السلبية المنعكسة على الفساد الإلكتروني. بداية نتطرق يعني أو نتحدث عن مفهوم جريمة الاختلاس الإلكتروني للمال العام أو الخاص في القانون الجزائري. من ناحية التشريعية المشرع الجزائري لم يقدم لنا تعريف لجريمة الاختلاس لا الإلكتروني ولا الاختلاس في صورته التقليدية، وإنما اكتفى بأن نص على السلوك الإجرامي وعقوبته، رغم أن هذه الجريمة في شكلها التقليدي مرت بعدة مراحل، وكذلك تناولها المشرع الجزائري في عدة مواضع من قانوننا العقوبات المتمم والمعدل بموجب المادة 119 و119 مكرر واحد منه، واللتين تم إلغاؤهما بموجب المادتين 29 و41 من قانون 0601 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. إلا أنه في مقابل ذلك المشرع الجزائري يعني قدم لنا تعريف للجريمة الإلكترونية، وذلك من خلال المادة 2 من القانون 0904 المتعلق بالوقاية من جرائم الإعلام وتكنولوجيات الاتصال. وحيث مرصد هذه المادة أنه الجرائم الإلكترونية هي جرائم مساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات المحددة في قانون العقوبات، وأي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق منظومة معلوماتية أو نظام للاتصالات الإلكترونية. من خلال هذا النص نلاحظ أنه المشرع الجزائري جعل هذه المادة فضفاضة واسعة تشمل عدة جرائم، وذلك من خلال العبارة التي قال فيها أي جريمة أخرى ترتكب أو يسهل ارتكابها، مما يعني أنه جريمة الاختلاس الإلكتروني العام قد تضمنتها واحتوت من خلال هذه المادة، وكذلك من خلال التعريف التي قدمها مختلف الفقهاء، يمكن أن نعرف جريمة الاختلاس الإلكتروني للأموال المقترفة من طرف الموظف في القطاع العام أو القطاع الخاص على أنها ذلك التصرف المادي الذي ينصب على تحويل المال الموكل للموظف سواء في القطاع العام أو الخاص بحكم وظيفته أو بسببها من ملكية ناقصة إلى ملكية تامة باستعمال منظومة معلوماتية أو أي نظام إلكتروني يسهل ارتكاب هذه الجريمة. هذا فيما يتعلق بتعريف هذه الجريمة. أما النقطة الثانية فإنها تتعلق بأركان هذه الجريمة. أولاً الركن الشرعي لهذه الجريمة هو المشرع الجزائري تناول هذه الجريمة من خلال الانضمام إلى اتفاقية مكافحة الفساد بموجب القانون 0601، وذلك في المادتين 29 و41 منهم. والمشرع الجزائري أو الملاحظ على هذين المادتين أن المشرع الجزائري في المادة 29 قد نص على تلك الجريمة المقترفة من طرف الموظف في القطاع العام، أما المادة 41 فخصصها للموظف الذي يدير كيان يزاول نشاط اقتصادي أو تجاري أو مالي. والملاحظ على هذا يعني الركن التشريعي بالنسبة للمشرع الجزائري أنه قد فصل الجريمة التي يرتكبها الموظف في القطاع العام عن تلك التي يرتكبها الموظف الذي يدير كيانا خاصا، كما شدد من العقوبة المطبقة على الموظف في القطاع العام عن تلك التي يقترفها الموظف في القطاع الخاص. هذا بالنسبة للركن الشرعي. الركن الثاني وهو الركن المفترض، جريمة الاختلاس الإلكتروني للمال أو للأموال هي من جرائم الصفة، إذ أنه يشترط في الجاني أن يكون موظفا في الدولة أو أحد فروعها، أو أنه يدير كيانا خاصا يزاول نشاطا تجاريا أو ماليا أو اقتصاديا، وهذا ما نصت عليه أو أشارت إليه المادتين 29 و41 من القانون 0601. وبالتالي بانعدام هذه الصفة فإن هذه الجريمة أيضا تنعدم وتنتفي. هذا بالنسبة للركن المفترض. أما الركن الثالث فهو الركن المادي، فحسب نص المادتين 29 و41 السابق ذكرهما، فإن الركن المادي يقصد به ذلك السلوك الإجرامي الذي يقوم به الموظف، والموظف هو ذلك يعني الشخص الذي ينتمي إلى فئة الموظفين المحددين بموجب المادة 2 من قانون 0601 المعدل والمتمم المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
والسلوك الإجرامي هنا حسب المادتين كما أشرت 29 41 ينصب على الاختلاس أو الإتلاف أو التبديد أو الاحتجاز أو الاحتجاز بدون وجه حق، أو أنه يقع على الأوراق والأموال وأي شيء ذات قيمة وأي شيء يعني ذو قيمة وضعت تحت يد الموظف. إلا أنه ما يهمنا في موضوعنا اليوم هو فعل الاختلاس ومحله الذي يقع على المال العام أو المال التابع لكيان خاص، وتوجيه الحيازة المادية له من الاستغلال يعني أو من تحقيق المصلحة العامة إلى تحقيق المصلحة الخاصة للموظف، وبنية التملك له وكأن الموظف هو صاحب المال الأصلي. هذا فيما يتعلق بالركن المادي. الركن الرابع لهذه الجريمة يتمثل في الركن المعنوي. جريمة الاختلاس الإلكتروني شأنها شأن الجرائم الإلكترونية أو الجرائم الأخرى، سواء الإلكترونية أو الجرائم التقليدية، هي جرائم قصدية. يتخذ ركنها المعنوي صورة القصد العام بعنصره العلم والإرادة. العلم هو علم الموظف بأن هذه الجريمة معاقب عليها ويجرمها القانون، ولكن مع ذلك تتجه إرادتها إلى ارتكاب هذه الجريمة. والقصد الخاص للركن المعنوي يتمثل في نية التملك وتحويل المال من حيازة ناقصة إلى حيازة كاملة، وكذلك تحويل المال المرصود لتحقيق مصلحة خاصة إلى تحقيق مصلحة عامة إلى تحقيق مصلحة خاصة أو شخصية. هذا فيما يتعلق بالأركان المكونة لهذه الجريمة. النقطة الثالثة والأخيرة خصصناها إلى الآثار السلبية، يعني في شقها السلبي المنعكسة على انتشار ظاهرة الفساد الإلكتروني أو على الفساد الإلكتروني. أولاً نشير إلى أن الفساد في حد ذاته هو جريمة معاقب عليها في كل التشريعات العالمية أيا كانت صورته، والفساد بوجه عام هو إساءة للثقة العامة واعتداء على النزاهة المرجوة من الموظف. أستاذة لميز من فضلك أستاذة. أستاذة باختصار باختصار نعم أستاذة حبذا لو توحينا مباشرة للتوصيات. أستاذة دقيقة فقط في أقدم باختصار. بعض يعني الأثار المترتبة على هذه الجريمة ثم التوصيات، هل تسمحين بذلك؟ باختصار أستاذة عندك دقيقتين، في حدود دقيقتين. شكرا. أولا أنه هذه الجريمة لها أثر يعني سلبي كبير على ظاهرة الفساد الإلكتروني. لماذا؟ لأنها جريمة هادئة ناعمة لا تحتاج إلى وسائل يعني مادية أو عنف من أجل ارتكابها، وكذلك أنها جريمة عابرة للحدود، ما يمكن أن تكون ما يمكنها من أن تكون جريمة يعني منظمة من عدة موظفين، وكذلك أن هذه الجريمة هي جريمة مرغوبة. لماذا؟ لأن الإنسان بفطرته وغريزته أنه محب للمال، وكذلك أن هذه الجريمة من الجرائم يعني الصعبة التي يمكن اكتشافها والحصول على الدليل المادي لإثباتها، وهو ما يزيد من ظاهرة الفساد الإلكتروني ويجعل هذا الفساد الإلكتروني يعني ينمو هو الآخر في هدوء تام على نحو يصعب تداركه في المستقبل. كذلك ضعف النصوص القانونية والردع وخبرة الشرطة المعلوماتية في هذا المجال يجعل من أثر هذه الجريمة يعني يتفاقم بشكل كبير فيما يتعلق بتفشي ظاهرة الفساد الإلكتروني. وعليه وباختصار يعني نوصي بتضافر الجهود الدولية والعمل على الحد من هذه الجرائم المتعلقة بالأنظمة المالية للدول، وكذلك لابد من التكوين المستمر والدوري للشرطة المعلوماتية وإنشاء أقسام ومؤسسات تعنى بهذا المجال الإلكتروني، لا سيما في مجال مكافحة جريمة الاختلاس الإلكتروني كونها تتعلق أو تضرب اقتصاد الدول في الصميم. وعليه أستاذتي الفضيلة أشكر على حسن الإصغاء والمتابعة، وأرجع الكلمة لك سيدتي الفضيلة. شكرا جزيلا أستاذة لميز أمينة من جامعة المرداس على هذه المداخلة القيمة. ننتقل مباشرة إلى المداخلة الموالية للأستاذة بلعبي أمينة طالبة الدكتوراه بجامعة أبو بكر بلقيت تلمسان. هل أنت معنا؟ أستاذة بالعربي أمينة. أستاذة أمينة. إذن يبدو أن أمينة ليست معنا. نرجع إلى الدكتورة لمياء حضرباش من جامعة سطيف. أستاذة حضرباش والأستاذ نذير زماموش.
دكتورة، إذا لم يوجد مناقشات في الجلسة نرفع الجلسة لندخل الجلسة الثانية. نعم، إذا إلى غاية الآن تم إلقاء مداخلتين، مداخلة الأستاذ وليد الضربيع والأستاذة لميزة أمينة. هل من مناقشات؟ هل من إسراء؟ هل من تعقيب حول ما تم إلقاؤه؟ أعتقد يبدو أن المناقشات ستترك للغد بحول الله. أحيل الكلمة مباشرة إلى الأستاذة الدكتورة وشن حنان، مشكورة الشكر الجزيل والموصول لك دكتورة، تفضلي. العفو دكتورتنا المحترمة ذات القلب الطيب والسعة الصدر، شكرا جزيلا لتشريفك لنا في هذه المحفل العلمي وحسن تسييرك للجلسة، ممتنة لك جدا. مباشرة الجلسة دكتورة، دكتورتنا المجتهدة المثابرة المجاهدة. شكرا دكتورتنا. مباشرة نحيل الكلمة إلى الدكتورة نادية زواني لرئاسة الجلسة الموالية. دكتورة نادية، دكتورة نادية، دكتورة نادية، أرى الأسماء أمامي لكن لا رد. أعتقد أن النت أو ما لا أدري ما أين المشكل. دكتورة نادية، أعضاء الجلسة التي تترأسها الدكتورة نادية، هل أنتم موجودين؟ الدكتور شعيب ضيف، والأستاذ الدكتور عمارة مسعودة. الدكتورة عباس راضية موجودة. مرحبا دكتورة. الدكتورة بن سالم خيرة لحظات وتلتحق. طلب الدكتورة أبو زكري انتصار. انتصار. نعم نعم أستاذة أنا موجودة. تمام. في انتظار التحاق رئيسة الجلسة والدكتورة بن سالم خيرة والدكتور شعيب ضيف، تفضلي الدكتورة عباس راضية لإلقاء مداخلتك 10 دقائق. مشكورة. شكرا سيدة رئيسة. بداية أشكر كل، هل تسمعونني؟ نعم دكتورة في الاستماع. شكرا. بداية أود تقديم تحياتي لكل المساهمين في هذه الفعالية ومنظمينها، وأتمنى أن نخرج بمجموعة من التوصيات لتكون يعني في تساهم في ترقية والحماية من الفساد الإلكتروني. إذن مداخلتنا معنونة الإدارة الإلكترونية مقاربة للحد من الفساد الإداري ومنفذ جديد للفساد الرقمي. نحن نعلم أن الإدارة الإلكترونية تعتبر ضرورة حتمية في كل الدول لمواكبة تطور عصر الرقمنة أو الثورة الرقمية، فقد ساهمت كثيراً في من خلال الخدمات التي تمنحها للقضاء على الفساد أو الحد منه، وذلك من خلال تخفيف تكاليف، تبسيط الإجراءات وتحقيق الشفافية. غير أنها بالمقابل شكلت تحديا جديدا لظهور أنماط جديدة تترتب من خلالها ضرورة تأمين هذه الأنماط وإيجاد حلول لها، خاصة في ظل تطور الاختراقات والهجمات. لذلك طرحنا الإشكالية التالية التي تتمثل فيما يلي: كيف يمكن للإدارة الإلكترونية أن تمثل في الوقت نفسه حاجزاً للحد من الفساد الإداري، ومن جهة أخرى تشكل منفذ لظهور صور جديدة للفساد الرقمي في البيئة الرقمية؟ فالإدارة الإلكترونية كما يعلم الجميع قد سمحت من التقليل من التعقيدات البيروقراطية والحد من فرص تنامي الفساد، فرص تنامي الفساد، وكذلك زادت من فرص الكشف عن الفساد من خلال المعلومات والبيانات على شبكة الإنترنت.
حيث أن الخدمات الإلكترونية التي تمنحها الإدارة الإلكترونية سمحت من التقليص من الفساد. فإن مؤشر الفساد في العالم حددت الجزائر، اعتبرت الجزائر قد ارتقت في مراتبها، حيث أنها أصبحت تحتل المرتبة 104 مقارنة في سنة 2020 مقارنة عن سنة 2015 التي كانت تحتل المرتبة 88، وذلك بداية من انطلاق مشروع الإدارة الإلكترونية 2015. فالإدارة الإلكترونية إذن في الجزائر ساهمت من التقليل ولو بحد بسيط من الفساد الإداري من خلال مجموعة من المجهودات التي بذلتها، بداية بإنشاء بوابة إلكترونية حكومية، تقديم خدمات عن بعد، إسهامها في رقمنة مجموعة من القطاعات الحساسة كوزارة الداخلية، وزارة العدوى، وزارة المالية. غير أن هذه الإدارة الإلكترونية رغم هذه الإيجابيات التي جاءت بها، فإنها فتحت جانباً آخر، وهو فتحت نافذة أخرى من خلالها بدأت ممارسة نوع جديد من الفساد، وهو الفساد الرقمي أو الفساد الإلكتروني، وهو أخطر من الفساد التقليدي. حيث يمكن تعريف الفساد الإلكتروني على أنه عبارة عن سلوكات منحرفة صادرة عن موظف عام أو خاص تستغل فيه مختلف وسائل تكنولوجيا الإعلام والاتصال، وقد اعتبره مجموعة اعتبر من أشد خطورة لسرعة ارتكاب الجريمة وقدرة محو أثاره وصعوبة الحصول على الدليل لسرعة الإتلاف، وهذا نتج عنه مجموعة من الأخطار. هذه البيئة الرقمية كان لها تسببت مجموعة من الأخطار والمتمثلة خاصة في الهجمات الرقمية وما يسمى بالاختراقات المنظومات المعلوماتية. فمن خلال إحصائيات مديرية الشرطة فإن الاعتداءات على السلامة المنظومة المعلوماتية تحتل المرتبة الأولى في الجزائر مقارنة بالجرائم الأخرى، سواء كانت الجرائم الماسة بالأشخاص عبر الإنترنت أو الاحتيال عبر الإنترنت أو بيع السلع المحظورة عبر الإنترنت. كما أن أهم ضحايا هذه الخروقات هي المؤسسات والإدارات العمومية بنسبة 60%. كما من بين الأخطار الناجمة عن البيئة الرقمية هناك التعطيل المعلوماتي أو التخريب المعلوماتي، والذي يتسبب في الكثير من خلال فيروسات والقنابل الموقوتة، وتستعمل غالباً لابتزاز بعض المؤسسات. لذلك فإن المشرع الجزائري حاول من خلال بعض النصوص القانونية، من خلال قانون مثلاً 09-04 ليحدد القواعد الخاصة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال، حاول كذلك من خلال تعديل قانون العقوبات في 2004 إلى تجريم بعض الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات. وغير أن الفساد الإلكتروني بمفهومه الجديد لم يعنى لحد الآن بهذه الأهمية. ومن بين صور هذا الفساد الإلكتروني يمكن تلخيصها في مجموعة من الجرائم، منها جريمة الرشوة الإلكترونية والتي تتم عبر وسائل تكنولوجية، غير أنها رغم أنها موجودة واقعياً لكن من الناحية القانونية غير موجودة، وتثير عدة إشكالات تمس الركن المادي والركن المعنوي وغيرها. لكن يمكن وضع بعض الأمثلة واقعية في هذا المجال الرشوة، حيث وجد في السعودية مثالين: قيام شخص بعرض رشوة إلكترونية بقيمة 10,000 ريال مقابل حصول على وظيفة إدارية في مستشفى، قيام مجموعة من الفتيات كذلك بتقديم رشوة إلكترونية في موقع خاص بالنساء لمن يساعدهم على الوصول إلى وظيفة. كذلك هناك نوع ثاني من الجرائم المتعلقة بالفساد الإلكتروني هو الاختلاس الإلكتروني والتبديد الإلكتروني، التي من مظاهرها تحويل غير مشروع للأموال من قبل الموظفين، التواطؤ وهي حصول مثلا موظف على كلمات مرور يمنحها لموظف آخر لتحويل الأموال، والتي وجدت قضية في ذلك
في بنك لوزان مثلا، حيث قام احد عمالها بتقديم كلمة مرور لشخص آخر، وقام من خلاله لتحويل 50 مليون دولار. كذلك اختلاس بيانات الحساب او الإدارة، بيانات إدارية من خلال استعمال اسلوب التجسس الإلكتروني. كذلك من بين كذلك المشاكل المتعلقة بالجوسسة الإلكترونية، ما حدث من خلال استخدام بعض الحسابات المزيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووضع برمجيات خبيثة تسمح للوصول إلى جميع المعطيات الحسابية للأشخاص، وتحديد المواقع الجغرافية، وحتى تسجيل المكالمات والصور، واختلاس بعض المواقع. كذلك قضية بريد الجزائر في سنة 2019، حيث تم اختراق موقع اتصالات الجزائر لكن تم القبض على المتهم. كذلك من بين الصور الأخرى للفساد الإداري في المجال الإلكتروني، نجد جريمة التبديد الإلكتروني من خلال قيام أحد الموظفين في شركة فرنسية بتبديد بعض حسابات العملاء باستخدام شفرة الدخول المسلمة له من قبل الإدارة. كذلك كان نوع جديد من هذه صور الفساد الإلكتروني، منها النفوذ المعلوماتي أو ما يسمى باستغلال النفوذ المعلوماتي. كذلك كما سبق ذكره زملائنا، جريمة غسيل الأموال الإلكترونية، وذلك بإنشاء شركات وهمية في البيئة الرقمية لقيام بصفقات مشبوهة وتحويلات لتبييض الأموال. إذن من خلال مداخلتنا حاولنا إبراز مخاطر البيئة الرقمية التي أصبحت تشكل مناخ ملائم لظهور الفساد الرقمي، وإبراز المظاهر الفساد الرقمي الجديدة، ودور الدولة أو دور عفوا الإدارة المزدوج، الإدارة الإلكترونية المزدوج، باعتبارها تشكل آلية للحد والتقليص، ومن جهة أخرى هي منفذ جديد يجب تدارك هذا النقص الموجود. لذلك من بين التوصيات التي نقدمها هي ضرورة مواكبة المستجدات بموائمة قانون الصفقات، قانون الفساد، والنصوص التشريعية الأخرى، خاصة في مجال تحديد تعريف للموظف العام في البيئة الرقمية، تحديد جرائم الفساد الإلكترونية بصورتها المستحدثة. كذلك ضرورة تطوير أنظمة معلوماتية لاكتشاف الاختراقات وتعطيلها وتأمينها، وذلك من خلال توفير الأمن المعلوماتي. ضرورة تعاون الأمن الدولي لمكافحة جرائم الفساد الإلكتروني. وشكرا. شكرا للدكتورة عباس راضية والأستاذة عمارة مسعودة على هذه المداخلة القيمة حول نظام حق المؤلف في العصر الرقمي، احتكار المعلومة أم نفاذ حر لها. شكرا على الإحصائيات والأمثلة الواقعية التي تم التطرق لها في هذه المداخلة. نحيل الكلمة للدكتور عبيدي محمد من جامعة الأغواط. الدكتور عبيدي محمد من جامعة الأغواط، هل تسمعونني؟ دكتورة نادية، نعم نسمعك، لكن أعتقد أنك في برنامج آخر لأنه الدكتور عبيدي ليس معنا. أنت معك الآن الدكتور ضيف شعيب من جامعة البيض، اعتذر لحظات ومداخلته ستكون في الغد إن شاء الله لكونه كان مبارحة في عملية تصحيح الدكتوراه. ومعك الدكتورة بن سالم خيرة لحظات وتلتحق، ومعك بوزكري انتصار. نعم أستاذة، من جامعة لامين دبرين بسطيف. نعم دكتورة. نعم أستاذة، أنا متاحة بإذن الله. طالبة دكتورة تقدم لنا مداخلة بعنوان دور التوقيع الإلكتروني في تضخم ظاهرة الفساد الإداري، تفضلي. شكرا أستاذة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل تسمعونني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أود أن أوجه شكري إلى كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذا العمل العلمي، وأخص بالشكر كل أعضاء اللجنة التنظيمية وأعضاء اللجنة العلمية الكرام. جعل الله هذا العمل المبارك أريجاً عطراً وغيثاً مطراً وزيادة وخيراً لي ولكم إن شاء الله. أما بعد، عنوان بحثنا هو دور التوقيع الإلكتروني في تضخم ظاهرة الفساد الإداري. تهدف هذه المداخلة بإذن الله إلى استبيان دور التوقيع الإلكتروني لتضخم ظاهرة الفساد الإداري الناتج عن تطبيق الإدارة الإلكترونية وممارستها كنظام إداري مستحدث يعتمد تقنية المعلومات طبعاً والاتصالات الحديثة، حيث اعتمدنا في ذلك على تناول الإطار المفاهيمي للتوقيع الإلكتروني في نقطة أولى، ثم استبيان مسألة التوقيع الإلكتروني بين تضخم ظاهرة الفساد ومكافحته في البيئة الرقمية. بداية وللإحاطة بماهية التوقيع الإلكتروني، يقتضي أن نحدد المقصود من التوقيع الإلكتروني في نقطة أولى، ثم نحدد شروط التوقيع الإلكتروني، ومن ثم نحاول تحديد وظائف وأشكال التوقيع الإلكتروني طبعا بصفة مختصرة. بالنسبة لتعريف التوقيع الإلكتروني، فقد اختلفت التعريفات سواء الفقهية أو التشريعية التي حاولت تحديد مفهوم التوقيع الإلكتروني باختلاف الزاوية التي ينظر من خلالها إلى هذا التعريف. فهناك تعريفات ترتكز على الوسيلة التي يتم بها التوقيع الإلكتروني، بينما هناك تعريفات أخص ترتكز على الوظيفة التي يقوم بها، إلا أنهم أجمعوا على فكرة واحدة. لذلك يمكننا القول بأن التوقيع الإلكتروني يقوم على استخدام تكنولوجيا الإعلام الآلي والإنترنت وغيرهما من وسائل الاتصال الحديثة، كما أنه يتخذ شكل البيانات الإلكترونية تنفذ عن طريق مجموعة من الإجراءات والخطوات المتتالية. بنهايتها يأخذ التوقيع عدة أشكال وصور مختلفة، وذلك بحسب أساليب إصدار هذا التوقيع الذي يمثل رمزاً أو رقماً أو حرفاً. أما فيما يخص شروط التوقيع الإلكتروني، فيعد موثوقاً به من الناحية القانونية إذا توافرت فيه ثلاثة شروط: أن يكون خاصاً بالموقع وحده دون غيره، أن يتم إنشاؤه بوسائل إلكترونية يسيطر عليها الموقع سيطرة حصرية، وأن يضمن ارتباط التوقيع بالمستند الإلكتروني على نحو يسمح بالكشف عن أي تعديل أو تبديل في البيانات المستند أو بعناصر التوقيع. بعد ذلك ننتقل إلى تبيان وظائف التوقيع الإلكتروني والتي تتمثل في تحديد هوية الموقع والتعبير عن إرادة صاحب التوقيع. يقصد بتحديد هوية الموقع استخدام وسائل وإجراءات موثوق بها بشكل رموز أو أرقام أو حروف أو إشارات تدل على شخصية الموقع وتميزه طبعاً عن غيره. أما التعبير عن إرادة صاحب التوقيع فيقصد بها لمجرد وضع الموقع توقيعه الإلكتروني على المحررات الإلكترونية يعد راضياً وقابلاً للبيانات التي يحتويها، وبالطبع تتجه إرادته إلى الالتزام بها. أما بالنسبة لأشكال التوقيع الإلكتروني فنذكرها باختصار شديد نظراً لأنها يعني معروفة: التوقيع الرقمي القائم على آلية التشفير، التوقيع البيومتري، التوقيع بالقلم الإلكتروني. فيما يلي نتناول مناقشة مسألة دور التوقيع الإلكتروني في تضخم ظاهرة الفساد ومكافحتها في البيئة الرقمية. باعتبار التوقيع الإلكتروني آلية حديثة فرضت نفسها في المعاملات الإلكترونية، فإنه من دون شك ذو طابع متميز ومنفرد يسمح بتحديد الشخص الموقع ويميزه عن غيره، مما يسمح بتقليص عناء التنقل والوقت الذي لطالما أثقل كاهل المتعامل والإدارة على حد سواء، والعمل على تحسين أداء الإدارة وعصرنتها بالقدر الذي يكسبها ثقة المتعاملين معها. فتظهر أهمية التوقيع الإلكتروني في مكافحة الفساد في الإدارة الرقمية من خلال دوره في تحديد هوية الأطراف، التأكد من البيانات التي تم إرسالها بالفعل ولم يتم العبث بها من قبل شخص آخر، بحيث يقوم التوقيع الإلكتروني بتمييز موقع عن غيره، فهو عبارة عن ملف رقمي صغير مزود بشهادة تصديق إلكتروني تحتوي على جميع المعلومات الشخصية وتاريخ ورقم الشهادة ومصدرها، ويسلم مع هذه الشهادة مفتاحان أحدهما ينشر للجميع والآخر خاص والذي يعتبر التوقيع الإلكتروني في حد ذاته. فبهذا التوقيع الإلكتروني هو حامل لكل المعلومات الخاصة بالشخص فيعطيه هوية رقمية خاصة. فاللجوء إلى التوقيع الإلكتروني يساعد على توفير مستوى متقدم من الأمن والخصوصية لكسب ثقة أطراف المعاملة الإلكترونية. إلا أن الحياة العملية ورغم الثقة الممنوحة للتوقيع الإلكتروني سواء للموقع أو الموقع له أو حتى الغير، أفرزت العديد من المشاكل التي تقوم على عدة فرضيات، تتمثل أهمها في وجود تفاوت واضح في المعرفة التقنية بين الممتهن والمتعامل العادي، مما قد يضاعف أخطار التلاعب في التوقيع الإلكتروني.
إضافة إلى استحالة ضبط وكشف أي تعديل أو تحريف يجري على التوقيع الإلكتروني، إذ ليس هناك من إمكانية تسمح بذلك في إحدى مكونات الحاسوب أو ذاكرته. كما لا يمكننا أن ننكر حقيقة خطر القرصنة والجرائم الإلكترونية التي تمثل اعتداء على التوقيع الإلكتروني في حد ذاته، على غرار جريمة الدخول عن طريق الغش إلى قاعدة البيانات التي تتعلق بالتوقيع الإلكتروني، وجريمة التزوير التي تتحقق بمجرد وضع التوقيعات مزورة أو إحداث تغيير في التوقيع نفسه، إضافة إلى عدة جرائم كجرائم استعمال أو نسخ أو نشر أو إعادة استعمال التوقيع الإلكتروني. أي أنه بالرغم من توافر التوقيع الإلكتروني على العديد من الخصائص والتي جعلت منه ضمانة قانونية لنشر الثقة والأمان بين المتعاملين، إلا أن المخاطر المحدقة به أدخلته في دائرة الآليات التي تساهم في تفشي ظاهرة الفساد إذا ما خرج عن الدور المنوط به طبعا. فحتى وإن عمل التوقيع الإلكتروني على تحديد هوية الموقع، فإن التأكد من ذلك عمليا غير ممكن، خاصة إذا كان الشخص الذي يتولى التوقيع ليس طرفا في المعاملة الإلكترونية، كما لو كان وكيلا أو وصيا أو وليا على قاصر. كما أن الدقة في تحديد هوية الموقع نفسه معلقة على حداثة التقنية المستخدمة وقدرتها على توفير الأمان والسرية. كذلك هو الأمر بالنسبة إلى مشكلة إثبات العلاقة بين التوقيع والمحرر، حيث لا توجد تقنية تتيح التأكد من إثبات ذلك، إذ بإمكان المرسل إليه الذي أرسلنا له التوقيع أي توقيع إلكتروني الاحتفاظ بنسخة من صورة التوقيع التي وصلت إليه، ثم يعيد نسخها على محرر إلكتروني آخر ليدعي أن واضعها هو صاحب التوقيع الأصلي. إضافة إلى مختلف العقبات والمشاكل التي تواجه بعض أنواع التواقيع وتجعل منها تهديد على أطراف المعاملة الإلكترونية. في ختام هذه الورقة البحثية نقول بأن تطبيق الإدارة الإلكترونية وممارستها كنظام إداري مستحدث يعتمد تقنية المعلومات والاتصالات الحديثة، قد أوجدت آليات جديدة تعرف بالضمانات القانونية تعمل على محاربة الفساد الذي يضرب بقوة مختلف الهيئات الإدارية الرقمية. وقد أثبتت آلية التوقيع الإلكتروني فعاليتها في ذلك، لا سيما الإدارية فعاليتها في تأمين المعاملات الإلكترونية لا سيما الإدارية منها، غير أنه بالرغم مما يحققه التوقيع الإلكتروني من سرية وخصوصية المراسلات والبيانات والاتصالات، إلا أن ارتباطه الوثيق بتكنولوجيا الاتصال والإعلام أدخلته في مصيدة قراصنة الإنترنت وغيرت من مساره المعتاد وساهمت في تفشي ظاهرة الفساد في البيئة الإلكترونية. عليه يمكن التوصل إلى جملة من النتائج واقتراح بعض التوصيات من أجل تعزيز مكافحة الفساد في الإدارة الإلكترونية. بالنسبة للنتائج، يعد التوقيع الإلكتروني شرطاً جوهرياً لضمان أمن المعاملات الإلكترونية وتهديداً يساهم في تفشي ظاهرة الفساد في الإدارة الرقمية. في نفس الوقت يتمتع التوقيع الإلكتروني بالحجية القانونية نفسها التي يتمتع بها التوقيع التقليدي، ذلك بموجب التشريعات القانونية المختلفة التي منحت القوة القانونية الملزمة للتوقيع الإلكتروني. عملت غالبية الدول على عصرنة الإدارة وانتهجت نظام التوقيع الإلكتروني، مما مكنها من رفع كفاءة وفعالية أداء الإدارة الإلكترونية، غير أن إمكانية قرصنة التوقيع وتزويره قلبت الموازين وجعلت منه نقمة لا نعمة. إن وجود مؤشرات للفساد وتراجع الشفافية في مجال الإدارة الرقمية يدفعنا إلى الاعتقاد بأن أداة التوقيع الإلكتروني ليست أداة مطلقة للقضاء على الفساد الإداري في البيئة الإلكترونية، حيث أن دور مختلف العوامل والآليات المستحدثة على اختلافها قد تكون أكثر أهمية من التوقيع الإلكتروني. من خلال هذه النتائج يمكن أن نخلص للتوصيات التالية: توقيع الإدارة يشكل الأفراد العاملون على النظام الآلي في الإدارة الإلكترونية أحد التهديدات القوية التي تؤثر على سلامة وأمن المعلومات، فإما أن يكون العامل فاسداً وإما أن يكون غير مؤهل، لذلك لابد من التحري الدقيق عن كل عامل بالإدارة الإلكترونية والحرص على توظيف المؤهلين ذوي الخبرة العلمية والعملية، إعطائهم دورات تدريبية تتعلق بأمن وسلامة المعلومات، إخضاع موظفي الإدارة للمراقبة المستمرة من قبل أشخاص أثبتوا إخلاصهم وخبرتهم في هذا المجال، العمل على إزالة الفجوة الثقافية بين أفراد المجتمع المستخدمين لوسائل الاتصال الحديثة، ضرورة عمل إصلاح إداري والتوعية بنظام الإدارة الإلكترونية من خلال تحديد الأشخاص المصرح لهم بالإطلاع على برامج وأنظمة العمل الإلكترونية. وفي الأخير أشكرك يا دكتورة الفاضلة وشكرا، فرصة سعيدة بإذن الله.
شكرا للطالبة الدكتورة انتصار على هذه المداخلة التي حاولت أن تبين فيها دور التوقيع الإلكتروني في يعني تضخم أو في ازدياد درجة الفساد، على أساس أنه هذا التوقيع الإلكتروني في الحقيقة هو سلاح ذو حدين. فحقيقة بالرغم من أنه هو سلاح حديثة فرضتها تكنولوجيات الإعلام والاتصال وسهلت المعاملات يعني تكون بسهولة، إلا أنه بالرغم من ذلك تعتريه بعض السلبيات كالفساد وما ينضر أو ما ينجم عنه من قرصنة وجرائم أخرى. نحيل الكلمة إلى الدكتور شعيب ضيف من المركز الجامعي نور البشير بالبيض. هل أنت في الاستماع دكتور؟ دكتورة نادية، الدكتور ضيف يعتذر، غدا إن شاء الله ستبرمج مداخلته نظرا لكونه مبارحة كان مشغول بمسابقة الدكتورة. المفروض الآن الدكتورة بن سالم خيرة اعتذرت حاضرة معنا. الدكتورة بن سالم المفروض كنت أراها دخلت الآن، لا أدري من الدكتورة بن سالم. الدكتورة بن سالم من جامعة خميس مليانة، هل أنت في الاستماع؟ دكتورة بن سالم دكتورة بن سالم أعتقد أنها آخر مداخلة في هذه الجلسة دكتورة حنان. نعم دكتورة، وأرى أن النت عاندنا بدرجة فظيعة جدا ما هذا اليوم. ربما للظروف الجوية. والله أنا تلقى دي مشاكل لوج إلى هذه الشبكة اليوم، لا أدري لماذا. ربما يكون ذلك من حسن الحظ أن نتحدث عن إشكاليات تدفق الإنترنت وفي البيئة الرقمية وعلاقتها بالفساد الإلكتروني في إطار مفهوم القرصنة والاختراق. Exactly. لحظات أتصل بالدكتورة بن سالم وأرد عليك. دكتورة نادية، إشكالية النت ربما تلتحق بعد لحظات، لذلك أستميحك عذرا ونرفع الجلسة للجلسة الموالية التي يرأسها الدكتور نبيل مقابلة. الدكتور نبيل أنت موجود؟ السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والإكرام، تفضل دكتورنا المحترم. الله يعطيك العافية جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بداية أنا أتقدم بالشكر الجزيل للمركز الديمقراطي العربي وجامعة فلسطين الأهلية وهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية على تنظيم هذا المؤتمر الهام والضروري حقيقة لبلادنا العربية جميعا، وليس للدولة واحدة أو دولتين، بل إلى جميع الدول العربية، حتى أنه نستقي من تجارب الدول الغربية المتقدمة في هذا المجال. وطبعا شكر وتقدير خاص للدكتور سهيل أحمد رئيس المؤتمر وجميع الزملاء الكرام العاملين على إنجاح هذا المؤتمر، وإلى الأخ الدكتور صهيب شاهين على حسن التنظيم وصحبه الكريم. طبعا من خلال هذه الجلسة إن شاء الله سنحاول تسليط الضوء على الجانب القانوني الواقع والمأمول في دولنا العربية من أجل مكافحة الفساد الإلكتروني والقواعد القانونية والقوانين اللازمة لتعزيز مكافحة الفساد الإلكتروني ومدى كفايتها لغاية هذه اللحظة،
والمداخلة الأولى ستكون بإذن الله للدكتور عبد السميع بالعيد والأستاذ محمد العجرم، طبعاً أستاذ معاون بالجامعات الليبية، وهي بعنوان التنظيم القانوني لمجابهة الفساد الإلكتروني. إذا كان معنا الدكتور عبد السميع. موجود معكم. تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس المؤتمر الدكتور سهيل أحمد عميد كلية الحقوق جامعة فلسطين الأهلية، السادة الكرام رئاسة الشرفية للمؤتمر، السادة الكرام اللجنة الاستشارية للمؤتمر، السادة الكرام اللجنة العلمية للمؤتمر، السادة رئاسة الجلسة الثالثة من أعمال المؤتمر اليوم الأول دكتور نبيل مقابلة نضال العبودة، أساتذتنا الكرام جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المؤتمر العلمي مكافحة الفساد في البيئة الإلكترونية بشيء من الإيجاز أنبئكم بمداخلتي المرسومة بعنوان التنظيم القانوني لمجابهة الفساد الإلكتروني. تعد الجرائم الإلكترونية واحدة من المخاطر التي تهدد المجتمعات في العصر الحديث مع تطور التكنولوجيا وما لحقه ذلك من تطور في أساليب ارتكاب الجرائم التي تسبب بخسائر مالية كبيرة، وكذلك تهدد بانتهاك خصوصيات المواطنين وحياتهم الشخصية، فهي فعل يتسبب بضرر جسيم للأفراد أو الجماعات والمؤسسات بهدف ابتزاز الضحية وتشويه سمعتها من أجل تحقيق مكاسب مادية أو خدمة أهداف سياسية باستخدام الحاسوب ووسائل التكنولوجيا والاتصالات الحديثة مثل الإنترنت. عاصر الخبراء عدد من العوامل التي تدفع لارتكاب الجرائم الإلكترونية، وذلك على مستوى الفرق والمجتمع والعولمة. أبرزها توافر الفرصة لارتكاب الجريمة والزهو وحب الظهور والتقدير الذاتي والحياة الروتينية والنسيج الحضري ونموه على حساب البادية وضغوطات الحياة والمجتمع على أفراده. من خلال عدم توافر فرص النجاح الحقيقية وقلة مواكبة رقابة القوانين وإنفاذها في مجال مكافحة الفساد والجرائم الإلكترونية، وتحول العالم إلى بيئة الحوكمة الإلكترونية وتزايد معدلات التسوق عبر المواقع الإلكترونية وزيادة استخدام الأجهزة الرقمية التي غيرت العالم وكثرة التعاطي مع العولمة والتعارف عبر الإنترنت، وتتمثل طبيعة الجرائم الإلكترونية وتتنوع بين سرقة المعلومات وبيانات وتحرش وتزوير ومحاولات تسلل وسطو على الحسابات المصرفية للأفراد واستهداف مواقع شخصية وحكومية بهدف التخريب وللحد من ارتكاب مثل هذه الجرائم الخطيرة على المجتمعات. ضرورة تضافر الجهود المحلية والإقليمية والدولية وسن القوانين الخاصة لمكافحة هذه الجرائم المعلوماتية. لقد انتقل الناس من العالم الواقعي إلى العالم الافتراضي، وكذلك انتقلت الجريمة، وللأسف فإن الفضاء الإلكتروني نتج عنه أنواع جديدة من الجريمة تسمى الجرائم الإلكترونية. من خلال خلق فرص جديدة للمجرمين، فقد مكنت مجرمي الفضاء الإلكتروني من تصفح الإنترنت وارتكاب جرائم مثل القرصنة والاحتيال والتخريب للكمبيوتر والاتجاه بالمخدرات والتعامل في معلومات العدالة والمواد الإباحية والملاحقة دون القبض عليهم أو الكشف عن جرائمهم المرتكبة. فقد خلق الفضاء الإلكتروني فرصة جديدة للمجرمين لارتكاب الجرائم من خلال خصائص فريدة من نوعها في هذا الفضاء. بناء على ذلك كله كانت دراسة هذه الظاهرة سلبية من جانب التنظيم القانوني لها. وقد اتخذنا من هذه الدراسة محورين. المحور الأول يتمثل في الإطار النظري للفساد الإلكتروني، والمحور الثاني التشريعات الوطنية والدولية لمكافحة الفساد الإلكتروني. المحور الأول، الفساد الإلكتروني مشكلة معقدة بالنظر لتعدد صوره وأنماطه التي أخذت تتجاوز حدود الوطن الواحد لتصبح ظاهرة غير وطنية، خاصة في ظل التقدم العلمي والتكنولوجي الكبير الذي يشهده عالمنا اليوم. وعليه كانت دراسة المحور الأول تتمثل في: أولاً، ماهية الفساد الإلكتروني من جانب تعريف الفساد الإلكتروني وأهداف وأنواع الجرائم الإلكترونية وخصائص وأثار الجريمة الإلكترونية. ثانياً، الطبيعة القانونية للجريمة الإلكترونية، ودراسة هذا الجانب كانت من حيث بيان التكييف القانوني للجريمة الإلكترونية وأدلة إثبات الجرائم الإلكترونية وسبل مواجهتها. أما فيما يخص المحور الثاني التشريعات الوطنية والدولية لمكافحة الفساد الإلكتروني، فنقول إن مواجهة الجرائم الإلكترونية قد لاقت اهتماماً عالمياً، فقد عقدت المؤتمرات والندوات المختلفة وصدرت خلالها قوانين وتشريعات تجعل من يقدر على ارتكاب هذه الجرائم. لا هروب من الواقع الذي يشهد تنامي ظاهرة الجرائم الإلكترونية، والتي أصبحت تأخذ أنماطاً جديدة كلما زاد الذكاء الإجرامي عبر الوسائط
والوسائل الإلكترونية، ولهذا لابد من معرفة الدور بعض التشريعات المفروضة من الحماية الجزائية من الجريمة الإلكترونية ودورها في الحد من مشكلاتها القانونية سواء الموضوعية أو الإجرائية. وعليه كانت دراسة المحور الثاني التشريعات الوطنية والدولية لمكافحة الفساد الإلكتروني تتمثل فيه